Live to Give ISOD International Scientific Organization of Dentistry. كنا معكم ولخمس أعوام سابقة ساعدنا فيها آلاف الطلبة والخريجين من كلية طب الفم والأسنان في كل مكان عن طريق التجميعات العلمية الضخمة والمتنوعة من جميع الجامعات المصرية وعن طريق الكورسات المختلفة والموجودة في البوت الخاص بنا على التليجرام. جاوبنا على آلاف الأسئلة المطروحة وساعدنا أكثر من 40,000 طالب ومتخرج من خلال المجموعة الخاصة بنا على التليجرام. وقدمنا محتوى علمي ضخم ومتميز لأساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم، وتم ذلك في مؤتمراتنا العلمية وعلى مدار 4 أعوام على الصفحة الخاصة بنا على الفيسبوك، والتي وصلت لأكثر من 18 دولة. وها نحن نعود إليكم من جديد في النسخة الخامسة من مؤتمرنا Empower Your Knowledge A Free Online Dental Conference لكل أطباء الأسنان وطلبة الجامعات في مصر والعالم. نقدم لكم أكثر من 30 محاضرة متميزة في جميع مجالات طب الفم والأسنان، Case Discussion، Live Demo and Clinical Cases. بدايتنا في 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وستكون هناك هدايا وسحوبات يومية. Powered by ISOD Live to Give. خير الناس أنفعهم للناس. It's about time to take it to the next level. وإن إحنا هنقدم كورس أدفانسد جديد إن شاء الله داخل الـ FUE Microscopic Center. في الكلينيكال أتاتشمنت دي هنبتدي الأول بأسبوع عشان نبتدي بيبي ستابس مع بعض. في الأول عبارة عن intensive lectures and workshops. 12 lectures and 8 workshops. بعد ما نخلص البري كلينيكال بروجرام بتاعنا اللي هو عبارة عن أسبوع محاضرات workshops، هنبتدي نطلع العيادة. كل كانديديت هيشتغل 10 days 70 clinical hours 70 ساعة under clinical microscope. طيب إحنا بنتاكل إيه؟ بنتاكل كل problems اللي بتقابلنا. عندنا فايت كانال، طب انا ازاي هعرف اشتغلها؟ انا خايف اكسر الفايل. هتتعلم ازاي ما تكسرش الفايل؟ لا قدر الله الفايل اتكسر منك، هتعرف تاخد الديسيجن هل هعمل له ريتريفل ولا باي باس. كل كانديديت هيبقى افيلبل معاك كل الارمنتيريوم، ابتداء من ان هو لو هيعمل دايجنوزس السي بي سي تي موجود، الار بي جي كمان موجود، وكمان في الاكسس الالتراسونكس هتبقى افيلبل لو بيدور على مسد كانال بيعمل ترافينج بالالتراسونكس، وكمان في الاكتيفيشن هيبقى موجود الالتراسونيك وموجود نيجاتيف بريشر سيستم زي الاندوباك. واهم حاجه برده هو السوبرفيجن، هيبقى معاك اوفر ذا شولدر سوبرفيجن، هناخدك من اول ستيب خالص لغايه لما تخلص الحاله وتبر الحاله دي سامبل او ادفانسد. بنصح اي حدا انه ياخد هذا الكورس، لانه فعلا اخذنا كل شيء from A to Z. بلشنا بالوركشوبس وباللكتشرز ببداية الكورس، ها بوش قوي بكل محاضرات دسمة، محاضرات فل بالمعلومات، تهيئك للكلينيك يعني كيف تخش وكيف تعامل مع الادوات. بعدين بدأنا بالعملي، طبعا بالبداية بدأنا بالبيسك وطلعوا معنا شوي شوي بالاسابيع اللي بعدها على الادفانس. طبقنا كل شيء بالكلينيكال سيشنز، الكلينيك كانت فل اكويبت ودكاترة موجودين معنا على طول، بيبقوا موجودين اول ناس وبيمشي واخد ناس. دكتور عادل الصراحه بيبقى موجود من 9 وبيمشي 4:30 كمان مش 4، and everyone is always available. كلهم موجودين وكلهم بيشرحوا thoroughly قوي وبيشرحوا كل حاجه، وحتى لو انا ما سالتش فجاه كده الاقي مثلا دكتور نايف جات لي، ها بتعملي ايه وريني مش عارف ايه، طب هاتي اجرب الفايل. ف everyone is very hands on في الكورس وعلى طول بيركزوا معانا. فرصه كتير حلوه للواحد يطور من حاله لحتى يتقدم لمجال الاندو، فعلا تجربه كانت كتير حلوة. علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلمي، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. We bring you a valuable lecture under the title of Broken File Dilemma: How to Prevent and How to Manage by دكتور أحمد علي عند دكتور كريم سرور. دكتور أحمد علي Assistant Lecturer of Endodontics Future University, Instructor at FUE Microscopic Center and Specialized Endodontic Program. دكتور كريم سرور BDS MSc Endodontics Microendodontics Specialized and International Lecturer, Member of American Association of Endodontics, Instructor at FUE Microscopic Center.
مساء الخير يا دكاترة، معكم دكتور أحمد علي، مدرس مساعد قسم علاج الجذور جامعة المستقبل والإنستراكتور في الـ FEE Microscopic Center، ومعايا دكتور كريم ماجستير علاج الجذور. هنتكلم النهاردة عن Broken Files أو Separated Instruments. إن شاء الله المحاضرة تكون خفيفة عليكم وإن شاء الله تستمتعوا بيها. قبل ما نبتدي كده عايز أسأل حضراتكم سؤال واحد، كم واحد من اللي قاعدين هنا كسروا فايل؟ هل في حد معانا ما كسرش اي فايل خالص في حياته؟ دكتور لويس جروسمان هو از كولد ذا فازر اوف مودرن اندونتكس. قال لك ايه؟ قال لك ذا دنتست هو هاز نوت فراكتشر ا تيب اوف ريمر ا فايل ا بروتش هاز نوت تريتد ميني روت كانالز. معنى كده ايه؟ ان الموضوع ده بيحصل معانا كلنا، مفيش دكتور اشتغل اندو ما كسرش فايلات. انا كسرت فايلات، تلامذتي كسروا فايلات، اساتذتي كسروا فايلات. باختصار كده محدش ما كسرش فايل مشتغل اندو. اي حد ما كسرش فايلات يبقى ما اشتغلش اندو، ودي جمله اكيد سمعتوها قبل كده. فالموضوع مش مخجل اطلاقا، طالما بنحاول نتعلم من اخطائنا وبنسيك نوليدج الناقصه عندنا، وجود حضراتكم معانا هنا خير دليل على ذلك. قبل ما ادخل في كور المحاضره حابب افكركم بحاجتين. في اتنين ترمينولوجي هستخدمهم على مدار المحاضره، يا ما تشرحوا لنا ويا ما نسيناهم. اوكي، فاحنا دايما بنتلخبط ما بينهم، فهحاول ابسطهم عشان ما يتنسوش تاني. اول حاجه سايكليك فاتيك. سايكليك فاتيك ده عباره عن ايه؟ الفايل بيتكسر معايا بطريقتين، سايكليك فاتيك اوريجينال فيلير. سايكليك فاتيك ده عباره عن سايكلز اوف كومبريشن وتنشن على الفايل من كتر ما انا اشتغلت بيه. والتوجنال فتيج معنى ان الفايل وانا شغال بيه التب بتاعته اتحشرت والشانك مكمل لف فاتكسر منه. طيب ازاي افرقهم عن بعض او ايه ليه ده بيحصل وليه ده بيحصل؟ اول حاجه انت بتجيب الفايل تشتغل بيه، تبص عليه تلاقيه سليم، تطلع الفايل الجديد من العلبه وتحطه جنب ده، ما تعرفش تطلع الفرق ما بينه، وتخش بيه وتدخل بيه في كانال واسعه، وكانال انت موسعها وفيها كيرف فيري سمبل، ممكن يكون فايل كبير كمان، هو فايل 30 داخل في كيرف انت اوريدي موسعه، وفجاه وانت شغال تلاقي الفايل سابك ومشي، انا مش مكمل الكيس، طريق السلامة انا كارف، كمل انت كيس لوحدك. طب ده اللي بيحصل ليه؟ انا الفايل شكله سليم، مفيش عليه اي علامات انوايدنينج، اي ستريتنينج، مفيش فيه اي حاجه، طب هو ليه اتكسر مني؟ ده بيكون بسبب الاستخدام المتكرر للفايل. الفايل مع الاستخدام بيحصل عليه مايكرو كراكس، والمايكرو كراكس دي بتاكت از ستريس ريزرز، مع كل استخدام للفايل انا بعمل بروباجيشن للمايكرو كراكس دي. انا لما بدخل في كيرف، اي كيرف حتى لو بسيط، ستيل انا بعمل سايكل سوري بعمل تنشن على الاوتر سيرفيس اوف ذا فايل وكمبريشن على الانر سيرفيس. كومبريشن والتنشن ده بيعمل ايه؟ ما هو بيعمل كراك بروباجيشن. الفايل ات سام بوينت هيتكسر حتى لو نازل عليه ستريس عادي وانت شغال كويس وبتفولو كل ذا رولز، بس استخدمت الفايل كتير بيوند طاقته او بيوند عدد الكنايز اللي هو مصرح ان هو يشتغل. بس الحاجه الكويسه ان السايكليك فاتيج ده اسهل في شيله من التوجنال فاتيج، لان الفايل هو مش محشور جوه الكنال، هو مجرد بس اتكسر، حصل له فاتيج فاتكسر، فهو ما اتحشرش جوه الكنال. والحاجه الاحسن برضو ان معظم الروتري فايلز تتكسر سايكليك فاتيج مش توجنال فاتيج، على عكس الهاند انسترومنت. الهاند انسترومنت تتكسر توجنال اكتر من السايكل. اوكي، طيب بالنسبه للتوجنال، التوجنال زي ما انا قلت بيحصل ازاي؟ ان انا شغال بالفايل ودخلت فيه بيف كانال ضيقه مثلا، فالتب بتاعت الفايل اتحشرت والشانك لسه مكمل لف، فهو كمل والتب محشوره، فيحصل ايه؟ هيحصل سيباريشن. ده بيحصل لما بيكون في الاستيك ليميت، يعني اي فايل ليه الاستيك ليميت. انا لما احشر الفايل واكمل لف بيه انا بعمل بلاستيك ديفورميشن، الفايل بيحصل فيه ديفورميشن، بيحصل فيه انوايندنج. الانوايندنج ده لو عدى الالاستيك ليميت بتاع الفايل بيتكسر. طيب ده معناه ايه؟ ان الفايل الكبير ولا الفايل الصغير بيتكسر بسهوله؟ مين فيهم اللي عنده الاستيك ليميت اعلى؟ يعني مثلا هل انا لو جبت فايل 10 وتنيته ثانيه جامده هيتكسر، ولا لو جبت فايل 30 وتنيته ثانيه جامده؟ فايل 30 هيستحمل اكتر ان هو يتني الثانيه دي، الاستيك ليميت بتاعه اعلى. انما اي فايل مهما كان الميتال كور بتاعه، مهما كان التورجنال ريزيستنس بتاعته عاليه، وانس ان انت زنقته جوه الكنال ما هيعمل ايه؟ هو خلاص وقف والموتور مكمل، الموتور بيلف، فده هيسيب ده خلاص، ده يعني هيكمل لف مع نفسه والتب خليها محشور. اوكي، التورجنال فتيج انا عندي منه حاجتين، ستاتيك تورجنال فتيج ودايناميك تورجنال فتيج. الفرق بينهم ايه؟ الستاتيك ده اللي انا لسه قايله، التب دخلت اتحشرت
خلاص هي اتحشرت وقفت، التب اتحشرت في كنال ضيقه وقفت والفايل مكمل، ده الاستاتيك. الديناميك الفايل ما وقفش كومبليتلي، هو من كتر ما هو مزنوق سرعته بقت بتقلت، هو مش بيلف وكل حاجه بس اقل من الموتور، من سرعه الموتور واقل من باقي الفايل، فبرضه بيتكسر. السيجنيفيكانس كلينيكال سيجنيفيكانس بتاعت الكلام ده ان الفايل التورجنال بيتكسر تورجنال فاتيك، طلوعه اصعب من الفايل العادي او اللي بيتكسر سايكليك، عشان هو زي ما انا لسه قايل هو محشور الدنتين، هو ماسك في الدنتين، هو محشور جوه، فانا مش هقدر اطلعه بنفس السهوله اللي بطلع بيها الفايل المكسور سايكليك فاتيك، وده بيحصل بسبب عدم وجود لايت باث محترم للفايل قبل ما ادخل، او ان انا داخل بفايل كبير في كانال ضيقه من غير ما اكون موسع له كويس. عشان كده لو حصل اي انوايندنج للفايل وانت شغال ارميه على طول، ما تفكرش، هو اوريدي حصل له بلاستيك ديفورميشن بس انت ربنا كرمك وسحبته قبل ما البلاستيك ديفورميشن ده يعدي الالاستيك ليميت، لو دخلت بيه تاني هتطلع من غيره. اتفقنا؟ دول ايه تو ترمينولوجيز انا عايزهم معانا عشان ايه هنتكلم عنهم طول المحاضره. اتفقنا؟ طيب احنا كده عرفنا الفايلات بتتكسر ازاي، تعالوا نتكلم شويه عن الفايلات دي بتتكسر بمعدل قد ايه، وايه الفايلات اللي بتتكسر بمعدل اكتر من غيرها. شويه ايه دردشه خفيفه كده وارقام خفيفه. اول حاجه الفايلات، اول ما طلعت فايلات الروتري في بعض الدكاتره عرضتها وقالوا انها بتتكسر اكتر بكتير من الفايلات المانيوال او الستانلس ستيل، واستشهدوا ببعض الدراسات وقال لك الفايلات الروتري دي معدل كسرها كتير، وده حقيقي فعلا، بس الدراسه دي مبدئيا هي قديمه، ودلوقتي في جنريشنز جديده من الهيت تريتد فايلز عندها مور ريزيستنت سايكليك فاتيك، عندها مور ريزيستنت تورجنال فيلير، بلس الناي تايب بيتكسروا اكتر عشان هم اصلا اللي بيستخدموا اكتر، هم اللي كارنتلي بيستخدموا، يعني معلش مين لسه في حياته دلوقتي بيشتغل مانيوال او ستيب باك تكنيك؟ ما كلنا بنشتغل روتري او معظمنا بيشتغل روتري، فطبيعي فلات الروتري هي اللي تتكسر اكتر. اوكي؟ النقطه الثانيه، الناي تايب روتري فايلز لما انتشرت سهلت الدنيا اكتر، سهلت الاندو وخلت ناس اكتر تشتغل اندو، فطبيعي معدل الفلات اللي بيتكسر بتزيد عشان استخدام زايد، ناس كتير اكتر كان ما كانش قافل الاندو وداست في الاندو لما الشاينيز موتورز والشاينيز روتري فايلز نزلوا السوق، فدي نقطه في صالح الروتري فايلز مش ضدها. طيب تاني فاكتور الاوبريتور، ستدي 2012 قالت لك incidence of instrument fracture among dentists with low experience اكتر من ال fracture among dentists with high experience. فده معناه ايه؟ ان كلنا بنكسر فايلات وبالذات في بدايه طريقنا للاندو، فعايزين نتصالح اكتر مع فكره ان عادي اكثر فايلات في بدايه طريقي في الاندو، وده مش معناه اني فاشل في الاندو ولا ان انا مستحيل اشتغل ولا اني مستحيل ابقى شاطر فيه، مش معناه برضو ان انا اكسر براحتي، ما انا كده كده لسه بتعلم ولسه في الجامعه، فعادي واي نوت، في حاجات بتحصل غصب عننا بس برضو في حاجات بتحصل بسبب اهمال او تقصير هنتكلم عنهم قدام. ثالث ستدي عندنا اتكلمت ايه، قالت ان الفايلات الروتري تتكسر في المولرز ثلاث اضعاف البريمولرز، which makes perfect sense، طبيعي they have more complex root anatomy، فيهم كيرفتشر، فيهم كونفكسيز، فيهم حاجات كتير انا ما بقدرش احددها بال 2 دي راديوجراف، فطبيعي ان الفايلات في المولرز تتكسر اكتر من البريمولرز، والفايلات اللي في البريمولرز تتكسر اكتر من الفايلات اللي في الانتيرز. طيب اسنان الاوبر ولا اسنان اللور مين فيهم بيتكسر اكتر تتوقعوا؟ ستدي قالت لك في 2012 ان السيبريتد انسترومنت كانوا اكتر في المانديبيولر مولرز، lowers lower posterior teeth هي اكتر سنين بيتكسر فيها فايلات. اوكي ليه 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 ده بيحصل كده؟ ليه الفايلات اللي بتتكسر اكتر في المانديبولر كانالز؟ في ستدي ثانيه قالت لك ان اكتر سنه بتحتاج روت كانال تريتمنت هي اللور 6، فنفس اللي انا قلته قبل كده، هو اللور مولرز بيتكسر فيهم فايلات اكتر لان هم اكتر سنين مش بنشتغل فيها اندو، اكتر سنين معرضه انها تحتاج روت كانال تريتمنت، وتحديدا في الميزيو باكل كانال، معظم الفايلات بتتكسر في الميزيو باكل كانال في لور 6، الميزيو باكل كانال في لور 6. اوكي؟ طيب الفايل بيتكسر فين في الكانال؟ ستاديز برضو قالت ان الفايل بيتكسر كورونا ايبيكال ثيرد 52%، اكتر من نص الفايلات اللي بتتكسر في العالم بتتكسر في الايبيكال ثيرد، 27% بس في الميدل ثيرد و12% للاسف في النسبه القليله في الكورونا ثيرد، طبعا كل ما الفايل كان كورونا كل ما كان احسن. ده بسبب ان الكيرفتشر والتايتنس بيكونوا ايبيكالي اكتر ذان كورونالي، كل ما كان الكيرف ايبيكالي اكتر كل ما فرص ان الفايل يحصل له فتيك اكتر، وده بالاضافه لاخطاء كتير هنتكلم عنها قدام بالتفصيل كمان شويه. طيب الموشن بتاعتي وانا شغال هتفرق في كسر الفايلات؟ هتفرق في معدل كسر الفايلات؟ ستدي 2016 قالت لك ايه؟ ان الريسبروكيتنج فايل عندها lower incidence of fracture than الروتري فايل سيستمز، وذي كونكلودد
ان الريسبريكيشن موشن سيفر اجينست سايكليك فاتيك والتورجنال فيلير ذان الروتري موشن. معنى كده ان انا لو بشتغل او شغلي معظمه ريسبريكيشن فانا سيفر اكتر ان انا اكسر فيلات، انا معدل ان اكسر فيلات هيكون اقل. الريسبريكيشن موشن لو انتم مش عارفينها سريعا كده، الفايل العادي او اللي احنا متعودين عليه هو بيلف 360 درجه زي صباعي كده كلوك وايز بيلف. الريسبريكيشن هو ما بيلفش 360، هو بيلف ثلاث ارباع لفه تقريبا يعني وبيرجع ربع لفه، ثلاث ارباع لفه ويرجع يفك نفس ربع لفه. الفكه دي هو بيقلل الستريس على الفايل، بيقلل الديبريز، بيقلل كل حاجه، فالفايل بيعيش اكتر وبيادفانس بسهوله، وبتحس بيه لو حصل اي مشكله او لو حصل له لوك بيلحق نفسه قبل ما يتكسر. دي كانت دردشه كده خفيفه عشان ناخد فكره عن الموضوع، بس تعالوا نلم كل الداتا دي مع بعض واحده واحده عشان نفهم كسر الفايلات ده بيحصل ازاي بالظبط. عندي كذا فاكتور، عندنا فاكتور الفايل والتوث والتكنيك. اول فاكتور الفايل، اول حاجه عندي السايز. تفتكروا فايل 10 هيتكسر اسهل وفايل 30؟ الفايل كل ما الكور بتاعه او الميتال السنترال ميتال ماس بتاعته زادت او الانسترومنت سايز بتاعها زاد، كل ما كانت عندها ريزيستنت اكتر انها تتكسر، ما بتتكسرش بسهوله. وكل ما الفايل قل ريزيستنس تورجنال فيلير بتقل، فبالتالي فايل 10 انا لو لفيته جامد زي ما انا قلت قبل كده ممكن يتكسر بسهوله، غير فايل 30 ممكن الفه جامد شويه ويستحمل ما يتكسرش بسهوله. اوكي، بس العكس بقى، الفايلات الكبيره بتستحمل التورجنال فيلير، بتستحمل اللي هي تتزنق واضغط عليها ماشي ما اختلفناش، بس هي مور برون تو سايكليك فاتيك. بمعنى الفايل لو الفايلات الكبيره بتزيد اكتر فايلات انا اخاف استخدمها كتير. كلينيكال سيجنفكنس على الكلام ده ايه؟ نيفر اوفر يوز ذا فايلز، بالذات الفايلات الكبيره لان هي ما بتستحملش السايكليك فاتيك، لان الاستريس اللي نازل عليها اكتر بكتير من الفايلات الصغيره. اوكي؟ بعد كده نتكلم عن التيبر. ستادي في 2020 قالت لنا ايه؟ ان التيبر فور انسترومنتس عندها هاير سايكليك فاتيك ريزيستنس ذان 6% تيبر. وده انا لسه قايله برضه، هو الفايل تيبر 4 وتيبر 6 مين اللي زاد فيهم؟ مين الميتال كور بتاعته اعلى؟ فايل 6 فايل تيبر 6، فبالتالي هو معرض اكتر ان يحصل له سايكليك فاتيج لان بتنزل عليه ستريسز اعلى. يعني الاكستنت اوف تيبرنج نيجاتيفلي كورليتد مع ريزيستنس سايكليك فاتيج، كل ما الفايل بتاعه كبر كل او التيبر بتاعه زاد كل ما السايكليك فاتيج بتاعته قلت، وسهل قوي ان هو يتكسر. عشان كده هتلاقي فايلات الفاريبل تيبر الكونتاكت اريا بتاعت او الجزء من الفايل اللي لامس الدنتين وولز اقل من الفايلات السنجل تيبر، فالكونتاكت اريا بتاعتهم اقل، فالبوث تورجنال والسايكليك فاتيج ريزيستنس عندهم اعلى. الفايل الفاريبل تيبر جزء اصغر منه بيلمس الكنال وولز عن الفايل العادي، فبالتالي فرصه ان هو يتكسر بتكون اقل. انا كل ما قلت السبيس بتاعتي من الفايل اللي لامسه الكنال او لامسه كنال وولز او المحشوره في الكنال وولز، كل ما قلت فرصه ان هو يتكسر لان الستريس اللي عليها اقل. اتفقنا؟ طيب الكونتاكت اريا دي فارقه معايا في ايه؟ يعني ليه الفايل كل ما زادت الكونتاكت اريا ما بين الفايل وما بين الكنال وولز كل ما زاد الستريس على الفايل وكل ما اتكسر؟ لان انا كل ما زاد الستريس على كل ما زاد الكونتاكت اريا كل ما الفايل لامس وولز اكتر، فانا محتاج تورك اعلى عشان اخليه يلف. تورك اعلى يعني فريكشنال فورسز اعلى، يعني مور فاتيج على الانسترومنت. انا مش حته صغيره منها اللي بتقطع، انا عايز الفايل كله او النسبه الكبيره او الكونتاكت اريا الكبيره دي كلها تلف، كلها تقطع في الدنتين. انا بعمل ستريس عالي على الفايل، انا محتاج تورك عنيف وفريكشنال فورسز اعنف، فالفايل بيتكسر بسهوله. بعد كده الالوي المارتنسيتك فايلز عندها هاير فاتيج ريزيستنس ذان الاوستنتك فايلز. الفايلات المارتنسايت فيز بتستحمل اكتر هاير فلكسبيليتي وهاير فاتيج ريزيستنس عن الاوستنتك فايلز. في فايلات معموله من الام واير الفلكسبيليتي بتاعتها اعلى، ريزيستنس سايكلينج فاتيج اعلى من المارتنسيتك ومن الاوستنتك فايلز. فبالتالي خلاصه الكلام اللي انا بقوله ايه؟ انسب فايل ادخل بيه في كنال مش سالكه مش كويسه مش بنت ناس هو فايل دايمتر بتاعه صغير تيبر صغير، وفي المارتنسيتك فيز بلاش الاوستنايت فيز، فبلاش تيبر 6 اكرمكم الله. تمام؟ بعد كده ندخل على السنه نفسها الاناتومي بتاعها. كل ما زاد الديجري اوف روت كانال كريبتشر كل ما الفايل هيتكسر اسرع. عشان كده التيبر 4 از مور افكتيف وسيفر في such canals than التيبر 6.
لان انا ما ينفعش كنال ضيقه وادخل فيها بتيبر عالي. احنا طبعا كلنا عارفين اضرار التيبر 6 وافضل ان احنا كلنا نشفت على التيبر 4، واتمنى في اخر المحاضره دي تعرفوا ليه. بعد كده الكنال دايمتر بايلوجيك نارو اند كونستريكتد كنالز بتعرض الفايل الروتري لهاير تورجنال لودز. الفايل سهل قوي يتحشر في كنال ضيق، كل ما الكنال تضيق اكتر كل ما بتعلى فرصه ان انا اضيق الفايل اكتر، او الفايل يتحشر في حته ضيقه اكتر، فبالتالي الفايل لما يتحشر في حته ضيقه وبتكسر دي سميناها ايه؟ تورجنال فاتيك، ما تقعوش منه. بعد كده اللينث، كل ما الكنال بقت اطول هل ده هياثر معايا؟ ايه الاحسن؟ يعني انا دلوقتي شغال على اللور مولر، بسيط است الميزيا الكنال، هتفرق معايا انا لقيت اللينث بتاعها 16 الله ده شورت روتس، ولا لقيت اللينث بتاعها 24 دي لونج روتس؟ هتفرق معايا؟ تفرق معايا في ايه؟ ايه الاحسن؟ الكنال تبقى اطول ولا تبقى اقصر؟ بايولوجيك زي ما انا قلت لو انتم مركزين معايا، كل ما زاد اللينث بتاع الكنال او كل ما زاد الطول بتاع الروت كل ما زادت الكونتاكت اريا مع الفايل. فاهمني؟ انا دلوقتي لو دخلت في فايل في كنالز قصيره جدا فانا الاستريس نازل على الفايل قليل جدا، غير لما ادخل بالفايل في كنال طويله انا كده بعرض الفايل ستريس اعلى بكتير، فبالتالي بيزود ريسك الفاتيج. نيجي بقى على التكنيك. اول حاجه كورونال اكسس، انا محتاج من الاكسس بتاعي ستريت لاين اكسس. ليه؟ عشان يكون عندي الكومبليت اوثوريتي على الانسترومنت. انا ما ينفعش اجي ادخل بالانسترومنت وانا لسه ما دخلتش في الكنال، انا لسه ما قربتش من الاورفيس حتى والفايل نازل عليه ستريس. ما ينفعش يكون عندي دنتين تراينجل، ما ينفعش يكون عندي كاسب نايم على السماء، ما ينفعش يكون عندي وول الفايل بيحك فيه وبيقطع فيه وهو لسه اصلا ما دخلش الكنال. انا كده بعمل ستريس على الفايل، انا كده مستني ايه من الفايل؟ ان هو يعني هينيجوشيت ايه جوه؟ هو اوريدي ستريس من فوق، وده هيعمل لنا مشاكل كتيره، يا هيتكسر يا هيلدج يا بيرفوريشن، المشاكل اللي حصلها. فبالتالي انا محتاج من الاكسس بتاعي ستريت لاين اكسس، انا محتاج الفايل يدخل اول حاجه يلمسها في حياته تكون جوه الاورفيس. اي حاجه الفايل لمسها بره فوق ليفل الاورفيس انت معاك كارت اخضر تشيلها كونزرفتيفلي طبعا. اي حاجه هتعطل الفايل، اي حاجه هتخلي الفايل نازل عليه ستريس وانا عايز انيجوشيت الكنال اللي تحت، مصالح ليك انك تشيلها. لا تقولي نينجا اكسس ولا تراس اكسس ولا الحاجات دي كلها، انا مش هعمل اكسس حلو واصوره بالكاميرا وفي الاخر اعمل مصايب جوه الكنال. اوكي. تاني حاجه ايراديكولار اكسس اي كي اي كورونال فلايرنج، ده بيساعدني ان انا اعرف ان بشيت الابيكال بورت سبيشالي في الكيرفد كنالز. انا ما ينفعش عندي كنال مثلا طولها 16 مللي وفيها كيرف، ما ينفعش ادخل الفايل اكون عايز انيجوشيت اخر 3 4 مللي وهو طول ال 16 مللي معرض للستريسز، هو معرض من الدي 0 للدي 16 على في ستريسز. انا المفروض بدخل الاورفيس اوبنر بتاعي او اي فايل تيبر بتاعه كبير شويه اشيل الكرونال، اعمل كرونال فليرنج عشان الفايل يدخل براحته، عشان الفايل ينزل عشان الفايل ينزل جوه الكنال مستريح، يعرف ينيجوشيت الابيكال بورت. اتفقنا؟ طيب بعد كده عندنا التورك والسبيد. التورك والسبيد مهمين وكل حاجه، ولازم التزم بالسبيد والتورك بتوع المانيفاكتشر او اغير فيهم حسب ماي بيرسونال بريفرنسز، بس ما بعدش قوي. يعني ما ينفعش مثلا المانيفاكتشر بيقول لي 250 وانا هعملهم 650. اوكي. بس انا كنت لسه بقول ايه، معلش انا اسف. السبيد والتورك مهمين وكل حاجه، بس هم اقل حاجه في الليله دي كلها. السبيد بالنسبه لي مش هيفرق معايا في حاجه، لو كل الفاكتورز تانية تمام السبيد مش هي اللي هتكسر لي الفايل. معلش انا لو شغال بسرعه 200 او شغال بسرعه 500 في كنال ستريت او في حتى اي كنال، مش ده اللي هيكسر لي الفايل. لو الكنال ضيقه وانا موسع كويس مش هيكون في اي فرق، ولو الفايل اتكسر هيكون بسبب فاكتور تاني دخل في الايكويشن. عكس بقى ايه؟ التورك. السبيد العب فيه براحتك. السبيد كل ما بتعلي السبيد كل ما بتعلي الكاتنج افشنسي وبتقلل ستريس على الفايل والفورس بتاعتك على الفايل ما اختلفناش. انما التورك معلش اقف عنده. ليه؟ التورك از يوسفول في الموتورز اللي فيها اوتو ريفرس او او تي ار او ما شابه. ودول بيعملوا ايه؟ انت بتحط ليميت للتورك بتاعك. سعاده الموتور الفايل بتاعي لو احتاج تورك اكتر من 2 قول له يقف ما تكملش، يعمل لك اوتو ريفرس يفك نفسه او يعمل او تي ار ويقلب ريسبريكيشن. اتفقنا؟ ده بيحمي الفايل.
بيحكم الفايل وبيحميه عشان لما الفايل يحتاج تورج اكتر من الليميت ده يقف الفايل بيرجع بيفك نفسه بدل ما يكمل لف ويتكسر. بس عامه anyways for less experienced hands stick to the manufacturer recommendations. بس الفاكتورز الثانيه هي الاهم كده كده. تورج والسبيد كل دكتور باي اكسبيرينس بيحدد التورك والسبيد اللي بيحب يشتغل بيهم او على حسب الفايل اللي تحت ايده. هو عارف بيديفلوب اسنس كده, هو بيكون عارف الفايل ايه يستحمل كام ويدخل في كنال ايه وسبيد قد ايه وعالي التورك ولا لا, اتعف عليه ولا لا, هيقل معايا ولا لا. فيعني ايه في الاول خلينا ايه زي ما مكتوب في ظهر العلبه او في ظهر ايه الفايل الكد بتاعت الفايلات. نيجي بعد كده لللوبريكيشن. اوعى 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 تدخل على الناشف, دي اسمها خشانه. انت كده بتعمل هيت بيلد اب, انت كده بتعمل ستريس جينريشن, انت كده بتعمل ديبريز اكيميليشن, ليس كاتنج افشنسي, فيري 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 هاي ريسك فراكتشر وغيره وغيره وغيره. لازم الشامبر بتاعتي او اتليست الكنال يكون فيها سام سورت اوف لوبريكنت. انا بفضل الاكو سوبريكنت, ما بحبش الجيل تايب بس دي حاجه يعني ترجع لك. بس ما ينفعش ادخل ناشف كميه هرص لك مشاكل قد كده, اخرهم خالص ان الفايل هيتكسر, ده يعني اخرهم خالص. اتفقنا؟ طيب بعد كده الموشن بتاعتي انا بشتغل ببيكن او هومج موشن زي ما انا بعمل كده بايدي, ده من غير اي ايبيكال فورس على الفايل. الفايل نازل معايا كان بها, الفايل ما نزلش معايا خلاص ما كملش, ما امسكش الفايل وادبه جوه الكنال. حتى لو الكنال واسعه والفايل بيسحبني لتحت لازم انا اللي احكم الفايل واتحكم بيه, ما ينفعش هو اللي يشدني, ما ينفعش هو اللي يسحبني لتحت, ده سكروينج افكت. ساعتها الفايل هتلاقيه اتكسر منك او هتلاقيه اوت ريفرس وطلع. اوكي نيجي لاخر فاكتور, نيجي لاخر فاكتور اللي هو ايه الفريكونسي. الفريكونسي يعني ايه دكاتره؟ يعني ايه؟ يعني عفانه. عذرين في الكلمه, فريكونسي يعني عفانه. ربنا بيسترها معانا كذا مره وما بنطعسش وبنفضل مكملين وان شاء الله اخر مره ولا هي الكيس دي بس. او طب ما انا عملت 4 كنالز والفايل اتهان بس لسه عملت 3 كنالز وصلنا 4 كنالز فاضل لي كنال والفايل متهان, انا هفتح فايل جديد عليها هخلص الكنال دي بس وارميه. يا جماعه الفايلات كل ما بتستهلك كل ما بتتعرض للكسر اسهل, واكيد بتحسوا بالكلام ده وانتم شغالين. الفايل اللي بطلعه جديد من العلبه بيقطع بسهوله وبيادفانس جوه الكنال من غير ادنى فورس مني, على عكس الفايلات المستهلكه بتتلم وبتكون مليانه مايكرو كراكس محتاجه مني فورس ولو بسيطه عشان تنزل جوه الكنال. وطالما في فورس يبقى في ريسك ان الفايل يتكسر, لاني قاعد اطلب من الفايل حاجات بره حدود امكانياته. انا اشتغل كل الحاجات دي ليه؟ انا فايل سنجل يوز, انا ايه اللي جابني مصر عند الناس دي؟ ايه اللي دخلني في الحر دي كلها؟ مبدئيا كده عشان عارف ان كلكم قاعدين بتفكروا في السؤال ده, اشتغل بالفايل كام مره؟ ايه العدد المصرح ليا بيه اشتغل بالفايل وابقى كده راجل محترم؟ للاسف مفيش رقم ثابت لعدد مرات استخدام الفايل. انت كل ما تسال الدكتور, وانا برضو كنت بسال الدكاتره زمان, اشتغل بالفايل ده كم مره؟ اللي يقول لك 8 كنالز, اللي يقول لك 9, اللي يقول لك 10, اللي يقول لك 12, واللي يقول لك لحد ما الفايل يتكسر. ودول موجودين ونعرف ناس كده تتعامل مع الفايل ان هو سلعه معمره, انا هشتغل بالفايل موجودين. ما اقدرش اقول لك ان عدد الفايل ان في عدد امن للفايلات لان مش كل القنوات زي بعض. عشان كده في فايلات بتتكسر من اول حاله, بيبقى الفايل طالع من العلبه تدخل بالكنال يتكسر تطلع من غيره. فما ينفعش مثلا فايل دخل في حاله سيفيرلي كيرف او ريتريتمنت وطالع عينه وطلع من الكنال حته واحده باعجوبه وبستر ربنا, واقول انا لسه فاضل لي حالتين كمان وصرح لي بيهم, انا ليا 3 حالات اشتغلت حاله واحده. يعني البني ادم شواف مش كده. اهم حاجه للفايل بتاعك عشان ما يتكسرش هو سنجل يوز او دبل يوز على الهاتي. ولو الحالة تعبانة وبتكح تراب اشتغل حالة تالتة بس حاجة ستريت وايت كانال زي الانتيريوز مثلا, بس اون يور اون ريسك, انت اللي مسؤول. ده غير ان في ستاديز قالت لك ان كتر الاستيراليزيشن بيعمل كراك انيشيشن وبروباجيشن وديكريس في الكاتنج افشنسي. انت ممكن تجيب الفايل جديد, عملوا ستادي جابوا فايل جديد كذا فايل جديد يعني, ده قاسوا المايكرو كراكس اللي عليه وقاسوا الكاتنج افشنسي بتاعته, ده دخلوه في الاوتوكلاف مره, ده دخلوه في الاوتوكلاف مرتين, ده دخلوه في الاوتوكلاف 3 مرات من غير استخدام, من كلهم اول استخدام بس حصل لهم استراليزيشن. لقوا ان ده بيأثر على الكاتنج افشنسي والكراك انيشيشن والبروجيشن. ستادي ثانيه بتتناقش في ان الصوديوم هايبوكلورايت اللي انت مغطس الفايل فيه, زي ما انا لسه قايل لك انت لازم ما تدخلش بالفايل ناشف خالص, لازم يكون في اريجيشن جوه الكنال او دي تي اي سولوشن. الاسيديتي بتاعت الصوديوم هايبوكلورايت دي بتعمل لك
كروزيف افكت على الفايل. عامه الحاجات دي برضو لسه ما اثبتتش قوي، محتاجه فيرجر ستاديز وميتا اناليسيز. بس بوتوم لاين فاكتور الفريكوانسي ده هو أسوأ فاكتور، وده 100% مسؤوليه حضرتك لوحدك، احنا متفقين على كده. اوكي طيب، دي الفاكتورز اللي بتخلي الفايل يتكسر. طيب خلينا متفقين برضو على حاجه، ان الوقايه خير من العلاج، البريفنشن بتاعي. دكتور احمد، ممكن اقول حته مهمه قوي حضرتك فعلا قلتها، لو نرجع للسلايد اللي فاتت، بس حته اللوبريكيشن يا دكاتره، انا زي دكتور احمد كده بحب الاكويس سولوشن الصراحه عن الكريم، لان الاكويس سولوشن بيمنع الهيت جينيريشن اللي بيحصل ما بين الفايل والدنتين وهو بيلف جوه، زائد طبعا زي ما دكتور احمد قال اللوبريكيشن، زائد انه بيعمل مش هنقول اكتيفيشن صريح، بس على الاقل بيخلي الاريجيشن يلف جوه، وفي نفس الوقت بيخلي الديبريس تطلع لفوق. ولو دايما تشتغلوا بالفايلات من غير الاكويس سولوشن هتلاقوا دايما الدنتين متجمع على الفلوتس، لو معاك اريجيشن جوه هتلاقي دايما الفايل طالع لك شبه تقريبا نظيف، يعني شويه ديبريس بسيطه على الفايل. دي حاجه. تاني حاجه برضو حته الموشن، زي ما دكتور احمد قال فعلا نشتغل زي بيكينج موشن ان واوت، ده عشان الفايلات بتاعتنا دلوقتي بقت كروس سكشن بتاعها تراينجل، فهو الكروس سكشن التراينجل كروس سكشن ده لازم نعمل بيه ان واوت موشن، هتعمل بيه براشنج هيتكسر. بالذات مثلا زي معظم الفايلات دلوقتي بقت تراينجل كروس سكشن، سبيشلي ده حصل معايا مع فايلات الريس ايفو بتاعت اف كي جي، دي بيور تراينجل هي يوزد فور بس بيكينج موشن، هتعمل براشنج راح مكسور مني. طب الفايلات اللي هي فور براشنج هتلاقيها دايما الاورفيس اوبنر او الجلايد باث، ليه؟ هتلاقي الكروس سكشن بتاعهم باراليلوجرام. فالنقطتين فعلا اللي دكتور احمد قال عليهم دول مهمين جدا جدا جدا، ويا ريت ننقل الشيفتنج بتاعنا من الكريم للاكويس سولوشن. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور كريم. انا قاعد دلوقتي نتكلم على بريفنشن. It's much easier to prevent file separation than to attempt file retrieval. يعني أنا بدل ما أشيل الفايل، طب ما أحترم نفسي وما أكسربوش من الأول. أول حاجة محتاج أكون عارفها إن الفايل بتاعي ده ليه قدرات، وأنا محتاج أعرف القدرات بتاعته. ما أجيبش فايل أنا عارف إن هو stiff وأدخله في كريبت كنال، أو فايل كبير نسبياً وأدخله في كنال tight، أو فايل مستعمل وطالع عين أهله وأدخله في حالة صعبة. زي ما اتفقنا برضو ما ينفعش أدخل dry، لازم lubricant يطري على الفايل وهو شغال. لازم اكون عامل باث محترم لفايلات الروتري بتاعتي قبل ما احطها جوه الكنال عشان امنع ان الفايل يتزنق فيتكسر. دي بعملها في فايل 10 او في روتري باث فايلز بتعمل القصه دي. ما ينفعش استخدم قوه اطلاقا، ما ينفعش انزل بالفايل جوه الكنال، الفايل ما بينزلش، اقف طلعه نظفه اعمل اريجيشن وادخل بفايل 10 او فايل مانيوال شوف الكلام على ايه. الفرصه هتخليك تكسر الفايل، لو ما اتكسرش يعمل هيعمل لك ليدج، يخلي الحاله كومبليكيتد اكتر، يعمل لك ترانسبورتيشن. واول ما تطلع بالفايل من جوه الكنال بص عليه، مع اول ساين اوف ديفورميشن ارمي على طول. التحذير ده بيجي لك مره واحده بس، المره جايه هتطلع من غير الفايل، ما تستعفنش في الفايلات، ولو لقيته في ساين اوف ديفورميشن ارميه على طول، ما تقولش خلاص انا خلاص كده مش ايبنج، انا خلاص همشي براشي موشن على الولز، انا مش هفتح فايل جديد عشان اخر كنال، مفيش الكلام ده، هيتكسر والحاله هتتحول من سيمبل كيس انت تعبت فيها وخلاص هتخلصها بشكل حلو لحاله كومبليكيتد ومش عارف تتصرف فيها ازاي. بعد كده حاول ما تكسلش وتسكيب فايلات، في ناس كتير بتنط ما بين الفايلات، ما ينفعش انط من فايل 20 ل 30 مثلا. انت بتدخل الفايل في كنال غير مهيئ لاستقباله، ولا حتى الفايل مهيئ لاستقبال هذا الكم من الاستريس اللي نازل عليه. خليك سلولي بات شورلي، انت ماشي بالراحه بس ماشي صح، سيكون صح، ستيب صح، هتوصل نتيجه في الاخر. اوكي؟ بعيد تاني، ربنا بيسرها معانا كلنا، فلازم نتقي ربنا في شغلنا وفي العيان. والفايلات التشاينيز دلوقتي بقت مغرقه السوق. لو عايز او في مقدرتك او في مقدره عيادتك والمكان اللي انت فيه، زود على عيان شويه صغيرين واشتغلوا سنجل يوز، مش مشكله لو الحاله بتاعته مثلا صعبه شويه. اوكي؟ حاجه اخيره برضو عايز انبه عليها، ان انا محتاج اكسس محترم والستريت لاين اكس، انا قلتها كتير كتير جدا، من الفايلات اللي بتتكسر زي الكيس اللي معانا النهارده اللي هنعمل عليها لايف ديمو، اتكسر عشان الاكسس مش كويس، معليش ستريت لاين اكسس للكنال. تاني حاجة أنا محتاج إن صوابعي تكون سبورتد على الهارت تيشو، أنا ما ينفعش أسند على خد العيان، ما ينفعش أسند على شفة العيانة، لازم أسند على سنين
عشان اعرف اتحكم في البيكنج موشن، الفايل ما يسحبنيش ما يسيبوش يسرح مني جوه الكنال لحد ما يحصل له لوك ويتكسر. اوكي متفقين لحد كده؟ ماشي. نيجي لكور المحاضره المانجمنت. الفايل اتكسر اعمل ايه؟ اول حاجه تعملها انك ما تعملش حاجه خالص، بتكون لسه تحت تاثير الصدمه، مش مصدق اللي حصل، العمال تكذب عينك، لا الفايل هو ده طوله، عمال تكذب ودنك اللي سمعت صوت حاجه بتطق، بتدور على المسطره عشان تقيس الفايل بسرعه تتاكد انه قصر ولا لا، ويوجوالي بتكون اوريدي اكزوستد وتركيزك خلص، فاسلم حل تفلن وتمبرري وليفت فايت انذر داي. اوكي المانجمنت بتاعنا عندنا اربع حاجات، النون سيرجيكال انترفينشن والسيرجيكال انترفينشن والنو انترفينشن او الاكستراكشن. تمام، نبتدي بالايه؟ بالنون سيرجيكال انترفينشن، وده انا هختصه في حاجتين، يا شيل الفايل يعدي من جنب، متفقين على كده؟ طيب هبتدي بان انا اشيل الفايل الريتريفل. عندنا حاجات كتير جدا وانا مش حابب اقعد اتكلم عن حاجات هيستوريكال وما بقتش مستخدمه، فحاول اتكلم على الحاجات الموست ابليكابل او الحاجات اللي انت ممكن تنزل تلاقيها في السوق، ممكن تنزل تجيبها، ممكن تلاقيها في عيادات انت بتروح تشتغل فيها. اول حاجه واشهر حاجه طبعا هي ايه؟ الالتراسونكس. اوكي الالتراسونكس، بسم الله الرحمن الرحيم، كده انا اي فايل يجي لي لازم اشغل عليه بالالتراسونيك الاول قبل اي حاجه. طيب هل ينفع اشتغل بالالتراسونيك وانا مش شايف الفايل؟ هل ينفع اكسر دنتين حوالين الفايل واطلعه؟ المفروض ان دي البيزك ايديا، البيزك ايديا بتاعت الالتراسونيك ان انا فعلا في فايل مكسور، الفايل المكسور ده عشان حواليه دنتين، اخش بالالتراسونيك اكسر الفايل اللي حوالين الدنتين اللي حوالين الفايل والفايل يطلع معايا. سهله وبسيطه وهي كده مش معقده خالص، بس في ستيبس، في 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 حاجات لازم نعملها. اول حاجه ما ينفعش اشتغل وانا مش شايف، فدونت اتمت ان انت تشيل اي فايل من غير ماجنيفيكيشن، مايكروسكوب لازم لازم مايكروسكوب، او لوبس لو الفايل كورونالي او في مجال رؤيه اللوبس، ما ينفعش اشتغل غير وانا شايف، ده من فوق، ده من الماجنيفيكيشن اللي فوق. طب انا عايز اشوف من تحت الفايل مدفون جوه الكنال، هل انا لو معايا حتى مايكروسكوب وبصيت على الكنال اول حاجه اشوف الفايل؟ لا طبعا، الفايل محشور جوه وحواليه دنتين، اشوفه ازاي؟ انا لازم اكشف الفايل، بعمل حاجه اسمها ستيجنج بلاتفورم. ستيجنج بلاتفورم دي انا بشيل كل الدنتين اللي حوالين الفايل، انا بجيب ستريت لاين اكسس للفايل عشان اشوفه واكشفه واعرف بعد كده اشتغل معاه. طيب عندي طريقتين بعمل بيهم ستيجنج بلاتفورم، وده حسب الكيرفتشر بتاعت الكنال. لو الكنال ستريت او اولموست ستريت او الكيرف بتاعها اقل من 15 درجه بعمل ستيجنج بلاتفورم بحاجه اسمها الجيتس. الجيتس كلنا عارفينها وكنا بنشتغل بيها زمان في البوست والكور وزمان اكتر في الريتريتمنت. انا بشتغل بيها ازاي؟ ما بدخلش بالجيتس على طول، انا عندي جيتس 2 و3 و4 بدخل بيهم بالسيكونس 4 3 2 بس ما بدخلش بيها وهي سليمه. انا باجي عند انتوا شايفين الجيتس قدامكم في الصوره، باجي عند الماكسيمم كونفكسي بتاعتها وبقصها بخليها فلات سايد بحيث ان هي تدخل تعمل لي فلات سيرفيس، تطلع لي الفايل وحواليه فلات سيرفيس من الدنتين. اتفقنا؟ بصوا كده على الصوره هتلاقوا ان انا دخلت بالجيتس بعمل براشنج على الاوتر وول فوق ليفل الفايل، ما بخبطش في الفايل عشان ما انزلش الفايل تحت، انا بس بشيل الدنتين على الاوتر وول عشان اعرف اشوف الفايل اعرف اوصل. الصوره الثانيه لو شايفين خلاص الدنتين اللي حوالين الفايل اتشال، انا كده ليا ستريت لاين اكسس على الفايل، كده في سبيس اقدر اشتغل عليه. طيب لو الكيرف بتاع الكنال اكتر من 15 ديجري او الكنال فيها كيرف والفايل يعني عند الكيرف، ينفع اشتغل على الفايل وانا مش شايفه؟ ما انا كده كده مش شايفه، كده كده ما ينفعش ادخل بجيتس واشيل الاوتر وول لحد الكيرف، انا كده هبهدل الروت، انا محتاج حاجه فليكسبل تعمل لي ستيجنج بلاتفورم، لازم اوصل للفايل لازم اشوفه، بس مش بالجيتس، بجيب لارج فليكسبل مارتنسيتك روتري فايل مع الاي دي تي اي. انا محتاج ان انا اجيب فايل كبير مثلا زي الهاي فليكس 60 تبر 2 واعمل براشنج موشن على الاوتر وول، ما ينفعش بالجيتس، الجيتس انا كده هبهدل الروت، انا كده هضحي بدنتين اكتر، انا كده بعد ما اشيل الفايل مش هيتبقى لي حاجه ريستورد. اتفقنا؟ فهي الفكره كلها مش ان انا هكشف الفايل وخلاص، انا هشيل اي حاجه في الطريق، انا براعي الكنال وبراعي الكيرفتشر بتاعتها وبشيل على قد ما انا محتاج بالظبط عشان اكشف الفايل. طب انا محتاج قد ايه عشان اكشف الفايل؟ انا محتاج ان الكنال سايز تكون اكبر بايولوجيك من الفراكشر فايل، ما ينفعش الكنال سايز بتاعي يكون اصغر من الفراكشر فايل اللي جواها، انا محتاجها تكون اوسع، محتاجها تكون اوسع
الالتراسونيك تيب اللي هتدخل تشتغل. ما ينفعش برضو الالتراسونيك تيب تكون داخله حشالي الكنال، طب انا هشوف ايه؟ انا محتاج اشوف التيب بتاعه الالتراسونيك بتخبط فين، بتكسر الدنتين فين، واوجهها ونشن على حته الدنتين اللي كسر لي الفاير، اللي زنق لي الفاير. اوكي الكنالز الواسعه لو هي، لو الكنال ثلاث اضعاف او وسع الكنال ثلاث اضعاف الكورونال او الدايمتر بتاع الفايل، مش محتاجه اعمل ستيجنج بلاتفورم اصلا، هي كنال اوريدي واسعه وحجمها اكبر من حجم الفايل ثلاث مرات، فدي مش محتاجه ستيجنج بلاتفورم. اتفقنا؟ نيجي ايه على الموشن بتاعتي. عندي تو سيتويشنز، الفايل يا اما فوق الكيرف يا اما تحت الكيرف، ده لي موشن وده لي موشن، الاثنين كده كده بشتغل الالتراسونيك، والالتراسونيك بشتغل بيها ايه على سبيد قليله مش سبيد عاليه خالص. التب بتاعتي لازم تكون على سرعه هاديه تماما عشان اعرف اكنترولت اكتر وكنترول انا بشيل دنتين قد ايه. طيب الفايل لو اباف الكيرف خلاص، انا جيت دخلت بالجيتس ووسعت وبقى عندي الفايل كده سنترلايز وحواليه دنتين داير ما يدور، عندي الموشن بتاعت السيتويشن ده اللي اباف الكيرف، في موشن ثانيه للبيلو الكيرف. لو هو اباف الكيرف، لو انا شايفه وفي النص وسنترلايز وكل حاجه، بلف حواليه 360 درجه، بقعد اعمل بيكينج موشن بالالتراسونيك بكسر دنتين حواليه 360 درجه. شايفين حركه ايدي؟ هي انتي كلوك وايز، الفايل انا بلفه فورورد روتيشن كلوك وايز، الفايل انجيجد في الدنتين كلوك وايز، فلما اجي اشيله بشيله ايه؟ انتي كلوك وايز، كاونتر كلوك وايز، عشان حركتي والفايبريشن بتاعي يعمل لي ديس انجيجمنت للفايل. انا كل ما بلف كده ما انا شبه بزق الفايل بيتحرك معايا في الانسكروينج دايركشن، هو بيفك نفسه وانا بيفك نفسه معايا وانا بتحرك، فوانا شغال على فايل 360 درجه كاونتر كلوك وايز. طيب اسالكم سؤال صعباني شويه، ركزوا معايا، هل فايلات الريسبروكيشن بشتغل بيها بنفس الطريقه ولا لا؟ هل فايلات الروتري الريسبروكيشن موشن بلف بنفس الطريقه بنفس الدايركشن ولا لا؟ معظم فايلات الريسبروكيشن بتلف كاونتر كلوك وايز، فالفايل اصلا انجيجد كاونتر كلوك وايز، فدي الفايلات اللي انا مصرح ليا بيها ان انا وانا شغال اشتغل كلوك وايز، انا عايز اعملها انجيجمنت، هشوف الفايل لف ازاي وعشق نفسه ازاي واعمل له انسكروينج من الناحيه الثانيه. كل الفايلات اللي في السوق بتلف فول روتيشن، كل الموتير اللي عندنا بتلف فول روتيشن كلوك وايز، الريسبروكيشن لا، الريسبروكيشن بيلف الناحيه الثانيه، فلما افكه افكه الناحيه المعاكسه ليه. اتفقنا؟ ده لو انا اللي كسر الفايل او عارف مين اللي كسر الفايل وقال لي ان ده فايل ريسبروكيشن، او لو انا بالمايكروسكوب بعد كده لقيت لون هيبان من الكروس سكشن، هيبان هتعرف الفايل ده ايه من الاكس راي ومن الكروس سكشن بتاعك بعد ما توسع. ده اول سيتويشن. تاني سيتويشن، الفايل بيلو الكيرف، انا يا دوب شايف منه الهيد بالعافيه والهيد نايمه كده على الاوتر وول، فهنا بشتغل فين؟ انا هنا بشتغل على الانر وول بس، بدل ما بشتغل 360 درجه انا بشتغل 90 ديجري، 90 ديجري في الانر وول اب 90 ديجري كده، واب اند داون اب اند داون اب اند داون، و90 ديجري بشيل الدنتين اللي في الانر وول، الدنتين اللي في الانر وول هو اللي ماسك الفايل، هو الفايل مكسور في الحته دي، هو نايم على الاوتر وول بس هو محشور في الانر وول، فالفايل لو بلو الكيرف انا بشتغل على الانر وول مش على الاوتر. لما دكتور طب مشتغل على الاوتر، ما دي المور اكسسبل، دي اللي انا شايفها، اولا مش هي دي اللي زنقه الفايل، ثانيا شغلك على الاوتر انت بتعمل ليدج، انت ماشي عكس الكيرف بتاع الكنال، انت ممكن تليد لبرفكت، انت ممكن وانت شغال فجاه انت شغال ومركز وبتقطع دنتين، هي كانت الكنال اتملت دم ليه؟ انت خرمت روت وانت مش حاسس. السيف زون بتاعتك هي الانر وول، انت طول ما انت شغال في الانر وول انت في امان ما تقلقش، انما الاوتر وول كل المشاكل فيها، فما نشتغلش على الاوتر وول الا لو انا شلت الفايل والفايل بيتحرك وبيلعب معايا، بس كل ما يطلع يخبط في حته كده في الانتر في الاوتر وول دي بعملها سموذنج، بس بعمل باث واي الفايل يزحلق منه، انا ما بقطعش دنتين فيها. اتفقنا؟ يجي بعد كده حركة التب بتاعتي والفايبريشن بتاعها والدنتين اللي عمال اشيله بيخلوا الفايل يتحرك من مكانه وممكن ينط بره الكنال، عشان كده لازم اكون قافلهم بتفلم مثلا، او لو بعمل ريتريتمنت ما اشيلش الكتابيركا منهم غير لما اشيل الفايل، عشان ياما وحصلت مع ناس كتير قوي وانا منهم، وفي حلقه لسه قريبه كان لور 8 شلت الفايل من الميزيو باك الكنال نط لي في الدس الكنال، انا كنت بشيله مقتنع انه مش هيتشال ولسه بدري وبعمل اللي عليا وخلاص، بس ربنا يسرها وطلع طلع دخل لي في الكنال التاني. فدايما نقفل الكنالز الثانيه عشان ان شاء الله لما ربنا يكرمنا الفايل بيطلع فجاه، انت مش عارف الفايل يطلع دلوقتي، انت فجاه وانت شغال تلاقيه طلع معاك، ممكن بالاريجيشن تلاقيه طلع معاك. اتفقنا؟ فحركه
فايل بحركه الالتراسونيك بتاعتي بتعمل ديس انجيجمنت للفايل وبتخليه يطلع بره. ويوجوالي عاده يعني لما بنشيل تلت طول الفايل بيبدا يتحرك معاه. بس للاسف الفايلات الاستنتيك الفايلات تنحى شويه. الفايل الاستنتيك لا محتاج انزل له ايبيكال اكستنشن اكتر. الفايل الروتري العادي او المارتنسيتك العادي بيطلع لما بكشف تلت الفايل مثلا، لو الفايل 6 مللي وكشفت 2 يبدا يتحرك. انما الاستنتيك لا بيحتاج اكتر، بيكون انجيج اكتر، بيحتاج ايبيكال اكستنشن اكتر. او لو الكنال كيرفتشر عنيف اكتر من 30 درجه ساعتها تلت الفايل لوحده مش كفايه، محتاج انزل اكتر عشان في دنتين اكتر زنق الفايل، لان الكيرف عالي فالانر وول زنق الفايل اكتر من الفايل العادي. اوكي ناخد بالنا برضو احنا شغالين بالالتراسونيك من كذا حاجه، ان حتى لو البيشنت واخد انيسيزيا وحتى لو البالب اكستربيتد وحتى لو السنه نيكروتيك، ان هو برضو يحس بوجع من الالتراسونيك. انا بعمل هيت جنريشن والهيت جنريشن ده بيأثر على البيردونش. انا لو فضلت شغال بالالتراسونيك كتير انا بعمل هيت بيلد اب. عشان كده عندنا حاجه اسمها 10 سكندز رول، بشتغل 10 ثواني واقف، منها ليس هيت جنريشن ومنها بري ايفالويت ماي بروجرس، بشوف انا شلت قد ايه او انا ماشي في الطريق الصح ولا لا، لو انا ماشي غلط الحق نفسي قبل ما اعمل كومبليكيشن. طيب حاجه كمان، انا دلوقتي بقطع في الدنتين وبعمل ديبريس. الديبريس دي دنتين وطبيعي يحصل لي ديبريس ويحصل لي سميلير وكل الحاجات دي، بتنزل تحت تتجمع تحت، بتغطي على ايه؟ بتغطي على الفايل اللي انا شغال عليه، بتغطي على الاريا اللي انا مترجتها. انا عارف ان بصيت وشفت ولقيت ان الفايل مزنوق في الحته دي، ودي حته الدنتين اللي انا هكسرها، بس باي تايم انا هي اتغطت انا فجاه مش شايف الفايل. فبنعمل ايه بقى؟ بجيب ميه وانفخ وريجيشن وسكشن وانشف وابص تاني وبشوف الفايل ما بشوفش. خلينا متفقين ان الديبريس اللي بتعملها الالتراسونيك ما تشيلهاش غير الالتراسونيك. انا ممكن اعمل ريجيشن كتير واقعد احط السايد بنتد نيد وانفخ بالهواء جامد واعمل بيبر بوينت برضه لسه دي ديبريس كده الكنال ما متفتش. انما لما اجيب الالتراسونيك واشغلها على الماكسيمم فلو وطالع نازل هي بتشيل لي كل الديبريس، بنشف بعدها وابص بلاقي الدنيا نظيفه جدا، وده بيساعدك في انك تيفالويت احسن وتشوف انت فاضل لك ايه وتحدد الحته اللي لسه فاضله. الفايل ما طلعش لغايه دلوقتي عشان الحته دي لما نظفت شويه وشفت لا الحته دي نورت، الفايل كل الجزء ده بقى مكشوف فيه وما كانش مزنوق، ده كان ديبريس مغطساه انما هو باين وظاهر بس في حته دنتين هي اللي زنقاه. فعشان كده دايما ما شغلتش اكتر من 10 ثواني وبعد كل شويه اقعد انظف عشان ريفاليويت احسن واقلل على نفسي وعلى البيشنت مجهود ان انا اشتغل على الفاضي، ده غير الكومبليكيشنز طبعا اللي ممكن تحصل. طيب اكتر حاجه برده ممكن تكون مفيده وسريعه في موضوع التنشيف ده اكتر من بيبر بوينت هي حاجه اسمها ستروك. السبكو دي هي غاليه شويه فبنستعين عنها بان احنا بنجيب الاير تيب العاديه وبنحط عليها الاسيد اتش تيب او اي حاجه، دي بتطلع كومبريست اير قوي جدا وبينشف حلو جدا ويمكن كمان يعني يطلع الفايل معاه، لان هو كومبريست اير بينزل بيخبط في الفلور بتاع الكنال ويطلع تاني، ساعات بيطلع الفايل او بيحركه من مكان، بس عيبه انه ما ينفعش يكون غير في كنال مسدوده تماما زي اللي فيها فايل مثلا، عشان لو كانت بيتنت والهواء عدى بره السنه ودخل البردونش هيعمل لك انفيزيم، فناخد بالنا كويس قوي من الموضوع ده، ما دخلش كومبريست اير في كنال مش بيتنت او في كنال بيتنت سوري. طيب لو الفايل بتاعي وانا شغال بيتحرك، انا خلاص شغال الالتراسونيك وبشيل والفايل انا شايفه بيرقص الفايل بيلعب بس مش قادر يطلع، اشتغل الالتراسونيك هو قاعد يطلع ويتحرك وبيتهز جوه الكنال واتفكت الديس انجيجمنت بتاعته وبقى زي الفل ما بيطلعش، هتجنن مش عارف يعمل ايه. اشغل ماكسيمم فلو، اشغل الميه عشان يطلع الاريجيشن تطلعه والاكوستيك ستريمنج يطلعه ما بيطلعش. ده بيحصل ليه؟ عندي اربع اسباب محتملين. يا اما انا جايب تيب التراسونيك تخينه وحجمها كبير فبالتالي الفايل كل ما يجي يطلع بيخبط في الالتراسونيك ما بيعرفش يتحرك، هي اساسا التيب اللي انا حاططها تخينه يا باشا انا مش سايب لي سبيس اطلع. اوكي؟ يا اما انا مش موسع الكنال مثلا على قد الالتراسونيك تيب او اكبر من الالتراسونيك تيب شويه صغيرين. ما ستيل انا برضو يعني اديني مساحتي انا عايز اطلع، انت داخل لي بالالتراسونيك تطلعني طب ما اديني سبيس جنبها، الكنال مش مساحه كويس زي ما انا قايل في الاول، او الالتراسونيك تيب بتاعتي تخينه مش جايب الالتراسونيك الصح او مش جايب الالتراسونيك او الالتراسونيك بتاعتي تلمت فتخنت او اتكسرت وانا عملت لها موديفيكيشن. تالت سبب ان حضرتك شغال على الفايل بس بتخبط في الهيد بتاعته، بدل ما انت بتشتغل على الدنتين اللي حوالين الفايل انت بتخبط في الهيد بتاعته، فالفايبريشن والبريشر بتاعك بيزق الفايل لتحت بيحشره تحت اكتر فما بيطلعش فوق. اخر سبب
ان انت مالي الكنال بس بالاريجيشن. انا محتاج مش بس الكنال تكون مليان اريجيشن، انا محتاج الشامبر كله يكون مليان بالاريجيشن، انا محتاج كميه فلويد انف ان الاكوستيك ستريمينج بتاع الالتراسونيك يعمل شغله ويحرك الفايل من مكانه. تاني نقطه برضو ان التب بتاعتنا لو تلمت ممكن اعمل لها موديفيكيشن، وممكن اتنيها التبات بندبل عادي عشان اعرف ادخلها في اماكن معينه تقطع لي فيها الدنتين اللي انا عايزه من غير ما بهدل الدنيا تحت في الروت. ودي برضو هنشوفها في الكيس اللي انا عملتها في الكيس اللي هي اللايف ديمو، هنشوف الفيديو بتاعها في اخر المحاضره. واخيرا اخيرا اخيرا اخر حاجه هقولها في الالتراسونيك، اي حد ممكن يشيل دنتين حوالين الفايل ويطلع الفايل. انا قلت لك سنه اكستراكتد وفيها فايل مكسور ومعاك الالتراسونيك ومايكروسكوب، هتشيل الفايل هتشيل، مش قصه مش صياعه هتشيل. الصياعه مش ان انت تشيل الدنتين اللي حوالين الفايل، الصياعه ان انت تحافظ على سنان المريض، تحافظ على الاستابيليتي واللونجيفيتي بتاعت السنه، ما تقطعش دنتين اكتر من الضروري. اوكي، نخش على تاني حاجه في الجراسبنج تكنيكس. اوكي دكتور احمد، ممكن اقول حاجه في حته الالترا؟ اتفضل يا دكتور، انا مستني اضافاتك. احنا هنا يا جماعه في الالتراسونيك زي ما دكتور احمد قال في حته البريباريشن، احنا بنخش من الانر وول ان كيس ان انا لو هشيله في الالتراسونيك. دكتور احمد هيقول لنا امتى هنشيله من هنستخدم انر وول واوتر وول في الجراسبنج تكنيك وتكنيكس ثانيه. طيب لما نيجي نستخدم الانر وول، خلوا بالكم يا دكاتره ان الانر وول دي مش بوينت واحده، الانر وول دي كذا بوينت. احنا عندنا الروت كانال سيركلر، شكله سيركلر، فاحنا عندنا حاجه اسمها سيمي سيركلر بريباريشن بتحصل حوالين الفايل عن طريق ان انا بعمل بيكينج موشن حوالين الفايل، او بمعنى اصح نص حوالين الفايل، يعني within الانر وول بس، يعني ما اخشش على الاوتر وول. اوكي، بمعنى ان انا كل ما هاكل من حوالين الفايل اللي هو within الانر وول. طب الانر وول اللي هي ايه اصلا؟ الانر وول دي هي زي ما بنقول كده الروت لما يكون باصص على الفوركيشن، تمام، ده يبقى الانر وول. اما الاوتر وول هو ظهر الروت، انر وول تبقى بطن الايه الروت. طيب لما اجي انا اشتغل سيمي سيركلر بريباريشن حوالين الفايل، بشتغل زي ما دكتور احمد قال بيكينج موشن، ما بنفضلش رايحين جايين بالالتراسونيك عشان ما يعملش هيت جنريشن، ولازم طبعا نعمل اريجيشن واكتيفيشن عشان نطلع الدبرس. اتفقنا؟ طيب المفروض ان انا لما بشتغل سيمي سيركلر بريباريشن ببتدي ازود البريباريشن بتاعتي، كل ما تزيد كل ما يحصل للفايل حاجه اسمها فليكسنج. يعني ايه حته فليكسنج؟ يعني الفايل اخليه احركه الاقيه يرجع تاني مكانه، بيحصل له بس مجرد فليكسنج. طب هل انا كده ابقى خلصت؟ لا، انا هنا ممكن ابقى خلصت ان كيس لو انا هعمل جراسبنج تكنيك اللي دكتور احمد هيقوله بعد شويه. طب لا، لو انا عايز اطلعه بالالتراسونيك بس، لازم يبقى حاجه اسمها البروكن فايل از دانسينج. اول لما يبقى دانسينج بحط الاريجيشن وافضل اخبط من الفايل من نفس الحته في الانر وول بهاي فريكوانسي عشان الفايل ايه يطلع لفوق. لو ما حطيتش اريجيشن بنسبه كبيره قوي الفايل مش هيطلع، لان هو بيبقى عايز ميديوم يرفعه لفوق. اوكي، شكرا يا دكتور احمد. عفوا يا دكتور كريم، انت نبهتني برضه على نقطه نسيت اقولها، عشان دي انا كنت بتلخبط فيها في بدايه طريقي في موضوع البروكن فايلز، لسه بكتشف يعني ايه بروكن فايل، ايه ده الفايلات بتطلع فعلا. كنت بتلخبط جدا في الانر، يعني ايه انر وول، يعني ايه اوتر وول. كل ما ابص على كنال هي دي الانر، بيقولوا لا يا عم دي الاوتر، لا دي الانر، لا دي الاوتر. الانر وول هي لو الكيرف عندي كده فالانر هي دي. ناس قالوا لي مثلا الانر وول دي اللي هي نفس اسم الكنال، فخلاص حفظتها الميزيو باكل روت، يبقى الانر وول بتاعته هي اللي باصه ميزيو باكل، او العكس. الناس تقول لي لا ده ناحيه الفوركيشن، هي دكاتره ناحيه الكيرف. انا لو عندي كيرف كده فالانر وول بتاعتي هي اللي في نفس اتجاه الكيرف، معنى كده ان انا لو عندي روت في اس كيرفيتشر فالروت ده ليه اثنين انر وول عكس بعض وليه اثنين اوتر وول عكس بعض. انا لازم اخد بالي من الموضوع ده، انا بمشي بشتغل على انر وول اللي في اتجاه الكيرف، الانر وول باسطه على الكيرف بتاع الروت على حسب مكان الفايل مكسور فين. الفايل في الاس كيرفيتشر لو مكسور في الكيرف الاولاني ده ليه انر وول والفايل اللي هشتغل عليها، والفايل اللي مكسور في الكيرف الثاني في الاس شيب كانال ده ليه انر رول مختلفه تمام، ده في حته وده في حته، فالانر رول بتاعتي هي بتفولو الكيرفتشر بتاع الروت. اتفقنا يا دكاتره؟ هي مش ثابته، انا ببص على الروت ببص اشوف هو الكيرف بتاعه رايح فين. اتفقنا؟ اتفقنا. نيجي على الجراسبنج تكنيكس. الجراسبنج تكنيكس او جراسبنج تولز هم بصفه عامه بينقذونا وحلوين بصراحه، انا بحبهم جدا.
بس هم محتاجين مني شويه شروط رخمه. اول حاجه محتاجين دراي كونديشن، انا مش عايز ميه، انا لازم دراي، الدنيا تكون دراي عشان اشوف. تاني حاجه انا محتاج اكون شايف انا بعمل ايه، ما ينفعش احسس، ما ينفعش ان شاء الله تكون هي، ما ينفعش اتوقع ان انا ماشي، انا لازم اكون شايف بالظبط انا بعمل ايه بالملي. تاني حاجه انا محتاج سبيس حوالين الفايل مش اقل من نص ملي، لازم اكون موسع حوالين الفايل نص ملي in all directions. مش بس كده، لازم اكون كاشف على الاقل ملي من الفايل. فمعنى كده ايه؟ ان الجراسبنج تكنيكس ما تنفعش من غير الالتراسونيك، لازم اشتغل بالالتراسونيك الاول، لازم اكشف اتليست ملي من الفايل او 0.7 مليمتر تو بي بريسايز، ولازم اسيب سبيس حواليه بمعدل نص ملي. طيب اعرف ازاي ان السبيس ده مناسب؟ بجيب بلاجر 50 او بلاجر 40، هي المفروض بالظبط 0.4 مليمتر، بس انا ايه تقريبا خليتها نص ملي. انا لو جبت بلاجر مقاس 40، مقاس 40 ده ايه؟ هو الدايمتر بتاعه 0.4 مليمتر، وبحطه جنب الفايل عشان اتاكد ان انا في مكان مناسب لللوب ان انا انزل بيها. انا دلوقتي هتكلم على اول حاجه اللي هي اللوب. انا بجيب زي واير على شكل دايره واكون كاشف الفايل، بنزل الواير ده حوالين اللوب، اقرط عليه جامد واقوم شد. اتفقنا؟ طيب انا بشيل بمعدل قد يعني هعرف ازاي ان انا شلت؟ بجيب بلاجر سايز 40 واحطه جنب الفايل عشان اتاكد ان في مكان مناسب لللوب قبل ما ايه، قبل ما انزل بيها كده. اربع لوب ثلاثه، اوكي ماشي. ومش محتاج ان انا اشيل دي اكتر، لان التيوب اللي فيها اللي طالع منها اللوب مقاسها اصغر من بلاجر 40، فبلاجر 40 لو دخل ومستريح يبقى انا كده مش هركن الالتراسونيك على جنب، انا كده عامل انف سبيس لوب ان هي تنزل وتحضن الفايل عشان اعرف اقفل عليها. بعد كده بجيب اللوب، بدخل التيوب، التيوب دي طالع منها زي واير ازرق انتوا شايفينه. بدخل بالواير ده 45 ديجري مش 90 درجه. بدخل بيه 45 ديجري. مش بديها 90 ليه؟ عشان 90 بتاخد مساحه اكبر. فانا بتنيها 45 عشان اعرف ايه ادخلها جوه. اتفقنا؟ وكده كده اول ما هي بتنزل خلاص على الفلور وبتبقى فوق الفايل بتقلب 90 درجه لوحدها زي ايه؟ تالت صوره كده. بعد كده بقفل اللوب على الفايل من فوق، في عندي سكرو بقفل منه اللوب، واقرب جامد واشد لفوق. الفايل بيطلع معايا، بس لو ما طلعش في ريزيستنس بحرك ايدي ان سويج موشن. فاكرين كده بتخلعه ازاي لما السنة تكون ريتين؟ سويج موشن بالراحه خالص ومن غير عافيه، وهتلاقي الفايل طلع ان شاء الله. بس في حالات الفايل بيكون معشق جامد، ساعتها الواير للاسف بيتقطع منه، فبتضطر تعيد تاني او تشوف ميثود تاني. بعد كده في حاجه اسمها المايكرو تويزر. المايكرو تويزر ده ما هو الا عباره عن ملقط، عارف الملقط؟ بس ملقط صغير شويه، بتخش حاجه جوه الكنال انت مش طايلها فبتخش تجيبها، فلازم الحاجه دي تكون شبه لوس. هي لو حاجه ماسكه مش عارف اجيبها، ده ملقط زي تويزر كده، لو حاجه ماسكه تويزر مش هيعمل لك حاجه، لازم تكون فيري لوس. دي ما ينفعش مع حاجات ماسكه جامد او معشقه، بستخدمها مع الفايلات اللي بدات تتحرك بس مش هتطلع الفايل اللي هو ايه خلاص بيدانس وكل حاجه مش هيطلع، الفايلات التنحه دي لا. طب هو قدامي كده بدخل اجيب الايه، اشيده، اشد الفايل من الكورونال هيد بتاعته وبيطلع معايا، او مع الجاتا بيرك في حالات الريتريتمنت لو خلاص يعني سنجل كون وبتاع، بقوم شده من تحت حته واحده بدل ما يتقطع مني او اكسترود بيوند الايبكس. اتفقنا؟ دي فكره الجراسبنج تكنيكس. طيب في حاجه مهمه جدا 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 محتاج انكم تركزوا معايا فيها. الحاجتين اللي انا قلتهم دول، المايكرو تويزر او الواير لوب، مش دايما لما بشد الفايل بيطلع معايا زي ما انا قلت، مهما كنت مقفل على الفايل جامد وهو واللوب بقوا حاجه واحده. حاجه زي دي بتحصل ليه؟ بيكون الفايل معشق في الدنهين جامد، ما بين الفلوس بتاعت الفايل، ما بين كل فلوت وفلوت في دنتين جوه، فانا مستحيل اشد، انا مهما شدته مش هيطلع. مهما شديت الفايل لو شديت باعلى فورس عندي السنه ممكن تتخلع والفايل ما يطلعش. الفايل معشق وما بين الفلوت والفلوت بتاعته في دنتين جوه خلاص مفيش حلها. ايه الحالات اللي زي دي؟ اعمل انسكروينج للفايل. ما ينفعش حاجه تشد الفايل فيرتيكال، لازم حاجه تاخد الفايل كده على الهداوه وتعمل له انسكروينج، تلفه انتي كلوك وايز، تفكه من الدنتين اللي هو عشق نفسه فيه. في الحالات اللي زي دي انا محتاج حاجه رفيعه، حاجه عامله زي تيوب اسمها مايكرو تيوب، اكيد سمعتوا عنها. بجيب تب بتاعت اتش فايل، في منها مقاسات، بشوف ايه المقاس المناسب ويطبق عليها نفس الشروط، لازم دراي كونديشن، لازم اكون شايف، لازم اكون موسع حوالين الفايل، لازم اكون كاشف جزء من الفايل، عشان انا بجيب التيوب دي واقوم ادخلها فوق الفايل. انا كده بقى عندي الفايل جوه الكنال وفوقيه تيوب، والفايل جوه التيوب دي. حلو؟
بعد كده بجيب فايل اتش جديد، ما ينفعش فايل اتش مستعمل اطلاقا، الفايل ده انا هنزل عليه ستريس ابن لذينه، ما ينفعش يكون اوريدي ستريس، ما ينفعش يكون في مايكرو كراكس، ما ينفعش يكون مستهلك. بلاش يا جماعه السعفان في البروكن انسترومنتس عشان ما ازودش كومبليكيشن اكتر على عليا وعلى البيشنت. المهم انا بجيب الفايل اتش الجديد، ما ينفعش واحد قديم، واحشره جوه التيوب عشان يعشق مع الفايل المكسور. وما كده بقى كلهم اسمبلي واحد زي ما انتم شايفين في الصوره، وبلفهم مع بعض بنيدل هولدر انتي كلوك وايز، كاني جايب مفك وبفك مفك وبعد افك، بعملهم انسترومنت كاونتر كلوك وايز، الف الاسمبلي كله مع بعض عكس عقارب الساعه وانا بطلع لفوق، فبيطلعوا بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. اتفقنا؟ دي فكره الجراسبنج تكنيكس بصفه عامه، انا بدخل اجيب الحاجه من جوه. طيب بعد كده عندنا الليزر. الليزر انا مش هتكلم عنه كتير، هي دي كليم ان الليزر ده بيشيل مينيمال اماونت اوف دنتين وبيخلص لك موضوع البروكن انسترومنت ده في 5 دقائق، وبيقلل لك الريسك، بيقلل لك الريسك ان الروت يحصل له فراكتشر من الاكسسيف دنتين كوتنج. وبيشتغل بطريقتين، يا اما الليزر بوجهه على الفايل لحد ما ادوبه، يا اما الليزر بوجهه عادي زي الالتراسونيك على الدنتين اللي حوالين الفايل عشان ايه اخلي الفايل يكون سهل ان انا ابايباسه او ان انا ادخل اشيله. بس التكنيك ده سو فور ليه ليميتس معينه، هم ان شاء الله هيشتغلوا عليها، وانا متنبئ للتكنيك ده ان هو ايه هنستخدمه قدام كتير وهيحل لنا مشاكل كتير قوي في البروكن انسترومنت. بس سو فور انا عندي كذا مشكله محتاجين يشتغلوا عليها. اول حاجه انا معارض ان اعمل روت بيرفريشن، انا موجه ليزر ممكن اعمل روت بيرفريشن في اي كنال فيها كيرف، او ممكن لو ثين روتس الليزر ده يعمل لي بيرفريشن. التمبرتشر العنيفه اللي بتطلع ممكن تعمل لي بيردونتال دامج، ممكن تعمل لي كربونايزيشن للدنتين، ممكن تحرق لي الدنتين. فسو فور دي شويه ليميتيشنز للموضوع ده، بس الحاجات دي شغاله ان فيترو كويس قوي، ماشيه في اتجاه حلو جدا. بعد كده نتكلم على الروتري فايلز. روتري فايلز ده تكنيك اخترعه دكتور يوشي، بستخدمه امتى؟ لو الفايل عندي طويل، لو تحت الكيرف، لو مفيش مكان ادخل فيه الجراسبنج تول، في الحاله دي انا بستخدم فايل روتري عشان اطلع فايل تاني مكسور جوه. طيب ايه الفايلات دي للناس اللي ما تعرفهاش؟ اكس بي شيبر واكس بي فينيشر. دي فايلات من شركه اف كي جي، فايلات سويسري. الفايل فينيشر ده كان اخر حاجه سالت عنه كان ب 400 جنيه، الفايل الشيبر ده اغلى منه بشويه. بيشتغلوا ازاي او فكرتهم بتبقى عامل ازاي؟ بصوا كده على اول صوره فوق على الدايجرام اللي فوق ده، الاكس بي شيبر. الاكس بي شيبر المفروض ان هو انا بدخل بيه بشتغل على سبيد عاليه جدا، بيلف كلوك وايز عادي، بحشره جنب الفايل المكسور والف بيه كلوك وايز، فلفته كلوك وايز تعمل زي التروس كده، زي التروس اللي بتلف، واحد بيلف كده فالتاني يلف عكسه. لفه الاكس بي شيبر كلوك وايز بتخلي الفايل الثاني الفايل المكسور يلف انتي كلوك وايز. انتي كلوك وايز اللي هي ايه؟ الانسكروينج دايركشن، بيفك نفسه فتلاقي الفايل طلع معاك. دي البيزك ايديا. مشكله الفايلات دي ان هي عندها لو ريزيستنت تورجنال فاتيج، فانا بشغلها على سبيد عاليه جدا 2000 ار بي ام او اعلى من 2000 ار بي ام، بشغلها باب اند داون موشن عاليه مش قليله، مش بطلع ملي و2 ملي، انا بطلع لحد 5 ملي اب اند داون عشان اقلل الستريس النازل على الفايل دي، وعشان حركتي دي تطلع الفايل تطلع الفايل المكسور من جوه وتحركه من مكانه، وبقلل التورجنال والسايكليك فاتيج اللي نازلين على الفايلات دي. الاكس بي فينيشر نفس الايديا، بس انا بشتغل يعني مينلي هو موجه للحاجات الاكسترودد بره اللارج ايبيكال فورم. لو انا عندي ايبيكال فورم كبيره وفي حاجه طلعت براها وممكن ادخل الفايل، هو فايل على فكره التيب سايز بتاعته 25، ففايل صغير ممكن اطلعه بره الايبكس عادي. هو فكرته ايه؟ ان هو بيعمل لك زي دوامه كده، دوامه بتشفط الفورم بارتكل بقى سواء اكسودد فايل اكسودد كاتابيركا، هو بيلف زي الصور اللي تحت دي، بيعمل لك دوامه بتشفط الفايل. انت محتاج ان انت تكون مدخل. هو دكتور يوشي بيريكومند انك تستخدم زيت، وفي كذا سيتويشن قال زيوت مختلفه، يعني مره قال زيت سيليكون، مره قال زيت عربيات، مره قال زيت زيتون، مره قال زيت الي. المهم انت اصل هي نفس التروس، فكره التروس بالظبط. انا عندي حاجتين محتاجه لوبريكنت، محتاجه حاجه لو سيرفيس تنشن تدخل ما بينهم عشان ايه الفايل اللي انت داخل بيه ما يتكسرش. اتفقنا؟ طيب في فيديو كده استاذنكم تشغلوه، هيظهر لنا الموضوع ده. انا ما عرفتش اعمل له ابلود من عندي، فخليت المودريتور هم اللي يعملوا له ابلود. هيبين لنا ازاي الفايل بيشيل
البروكن انسترومنت اللي جوه. مشكله التكنيك ده للاسف يا جماعه ان هو ديبندنت على التاكتيل سنسيشن which makes it unpredictable في الانسترومنت ريتريفال. يعني انا ما اقدرش اعتمد عليه في كل الانسترومنت ريتريفال. اوكي ثواني هنشغل لكم الفيديو عشان تكونوا متخيلينه اكتر. انا مش عارف الفيديو شغال عندكم ولا لا بس هوبفلي يكون شغال. انا هنا بشتغل على الفايل بالالتراسونيك كده كده لازم اشتغل بالالتراسونيك لازم اعمل زي ما كان ادخل فيه الفايل. انا محتاج الفايل يدخل جنب الفايل المكسور. دي الكاتانا تيب بتاع الدكتور يوشي بيعمل زي جروف صغير يدخل فيه الفايل up and down motion. الفايل ما هو جرب يطلع الفايل بالالتراسونيك مش راضي يطلع. الفايل بيتحرك شويه بس مش راضي يطلع هو محشور. حاطط اويل جوه بيحط تاني وهيدخل المفروض ان هو يدخل بالفايل. الفايل ده زي ما انا قلت هيلف بدايركشن يعمل انسكرومنج للفايل التاني. خلوا بالكم هو هنا استخدمها عشان الفايل طويل. انا هتكلم بعد كده انا بختار اي يعني انا بقول تكنيكس اي تكنيك فيهم اختاره واشتغل بيه دي لسه هجمعها. من ضمنهم ان الفايل لما يكون طويل انديكيت ليه ان انا اشتغل بروتري فايل عشان اشيله. بصوا هو هنا دخل شال الفايل ازاي؟ الفايل دخل سحب التاني على طول. اوكي؟ الاوكستيك ستريمنج اللي بيعمله الانسكروينج موشن اللي بيعملها بتخلي الفايل يفك. اتفقنا؟ نرجع تاني للسلايد شو بتاعنا. تمام كده يا جماعه كله شايف؟ كمل؟ ماشي. خش على جراسبيك تكنيك اللي بعد كده. الالكترو ميكانيكال سولوشن. اتفقنا؟ مش هتكلم عنه كتير هي بقى فكره يعني كده غريبه. قال لك انا ايه؟ انا ليه اقعد اشيل الفايل؟ طب ما انا اشيل لك الفايل، انا مش هشيل الفايل، انا هشيل الفايل. انا همحي لك الفايل كانه لم يكن. انا هقعد اشيل ديمتين وضع في الروت. هات لي يا ابني الفايل اللي انا هدوبه لك خالص. فكرته ببساطه انا بجيب زي انود كده بوصله بالفايل يكون لازم يكون لمسه في الكترولايت جوه الكنال. اي ليكويد بقى سلاين او اريجيشن او اي حاجه في الكترولايتس والمفروض ان انا كده يعني بيقعد يشتغل على الفايل بيدوب لي الفايل لحد ما يختفي تمام. فكره لطيفه وكل حاجه بس عندي ميجر ديس ادفانتج في الموضوع. طب بسم الله الرحمن الرحيم كده هو بياخد 6 ساعات. هتفضل انت وقاعد جنب العيان والعيان فاتح بقه 6 ساعات لحد ما الفايل ده ايه يدوب يحصل له كروز افكت او وات ايفر لحد ما يدوب تمام. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. بيحتاج اكويبمنت غريبه سبيشال اكويبمنت مش هتكون متوفره عند كل الناس. غير كده وكده التكنيك ده ليميتد للستانلس ستيل فايلز والتكنيك ده برضو زي ما انا قلت انا حاطط حاجات وانود وخصوصا دي انبريدكتبل. الكيميكال سولفنس اللي انا حاططها دي لو طلعت بره دي ممكن تعمل لي دامج للسراوندنج سوفت تيشو او حتى للهارد تيشو اللي جواها. بس هي يعني فكره لسه شغالين عليها ان فيترو وهنشوف هيروحوا بيها لحد فين. اخر حاجه عندي السوفتنج اتابيرك. السوفتنج اتابيرك دي عباره عن ايه؟ دي انا بستخدمها لو عندي فايل انا خلاص حركته كويس والفايل بيلعب او حتى الفايل خلاص لوز بس مش راضي يطلع. انا مش عارف اوصل له بس هو تحت زي الفايل ده كده. هو الفايل لوز بس بعيد انا مش قادر اوصل له. في نفس الوقت انا عمري ما هدخل التراسونيك لحد هنا. انا عمري ما هنزل كل ده ولا هقدر ادخل هشيل الديتين كتير جدا عشان ادخل لوب اشده ولا حتى المايكرو تويزر هيخليني شايف. او لو الحته دي مثلا في الكيس اللي هو الايت اللي انا قلت لكم عليها كان بيوند الكيرف انا شايف الهيد بتاعته قاعده بتطلع وبتنزل انا محتاج بس اشده مش عارف. فدي تكنيك لطيف كده بيتعمل على السريع. بجيب كاتابيركا كون عادي واحطه في كلوروفورم. الكلوروفورم ده اللي هو يا جماعه جاتابيركا سولفنت. في منه يوكاليبتول يعني على حسب الموجود في السوق. اي جاتابيركا سولفنت هتحط الجاتابيركا كون ده فيه 30 ثانيه لحد ما يطرى وتقوم مدخله في الكنال. حطه جوه الكنال فوق الفايل عند الفايل بالظبط وتسيبه 3 دقائق. 3 دقائق دول هيحصل فيهم ايه؟ الجاتابيركا السايحه دي او الطريه دي هتدخل هتضغط على الفايل تعشق فيه وتنشف. بعد كده تيجي تشيل الكون هتلاقي الفايل طلع معاك. تكنيك ممكن تعمله كذا مره ترايل اند ايرور يعني ممكن ما يظبطش من اول مره بس تكنيك فيري افكتيف فيري شيب فيري 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 يوسفل في حالات كتير جدا. واسوا كومبليكيشن ممكن تحصل لك فيه ان الجاتابيركا تتقطع جوه فصباح الفل اتش فايل وهدخل اشيلها ف فيري سيف. اوكي
كده احنا اتكلمنا على انا بشيل الفايل ازاي. تعالوا نتكلم على الفاكتورز اللي بتانفلونس السيبريتد انسترومنت ريموفال، يعني ازاي احكم على الفايل ده سهل انه يطلع ولا صعب انه يطلع، الفايل ده هيقرفني انا اطلعه في 5 دقايق ولا لا يا باشا الفايل ده بره قدراتي، احنا نروح لحد اكويبت اكتر مني. اوكي، اول حاجه الفاكتورز ليها علاقه بالسنه نفسها، فاكتور ليها علاقه بالفايل، فاكتورز ليها علاقه باللوكيشن. اول حاجه بالسنه نفسها، باي لوجيك كده الانتيرير احسن من البوستيرير، ريموفر سيبريتد انسترومنت الانتيريرز احسن من البوستيرير. ليه؟ اكسبيليتي احسن، فيجواليزيشن احسن، ليس كومبليكيتد اناتومي. طبعا الاسنان الاوبر احسن من الاسنان اللور، الجرافيتي بتلعب لصالحك، بتزق الفايل الكرونال دايركشن لو هو بدا يلعب، الكيرف بتاعك، الكيرف بتاعك كل ما زاد كل ما الموضوع بقى اسوء. في ستدي غالبا بتاع الدكتور يوشي برضه في 2022 قال لك ان السكسس ريموفال، السكسس ريت اوف ريموفال فايل فروم ستريت كانال اراوند 83%. اول ما الكيرف يعدي ال 20% السكسس ريت ده بينزل من 83 ل 43، في 40% ما بقوش معانا. اول ما الكيرف زاد عن 20، و20 ده مش كتير برضه، 20 ده يعني حاجه بسيطه، يعني اول ما الكيرف يزيد ال 20 درجه انت السكسس بتاعك قل النص. فالكيرف بتاع الكنال ده بيفرق معايا، ولوكيشن الفايل في الكيرف ده. طيب تاني حاجه او تاني فاكتورز معانا هي فاكتورز اللي ليها علاقه بالفايل. ايه الاسهل تفتكروا، الستانلس ستيل فايلز ولا النايت اي فايلز؟ الكي والاتش والحاجات دي اسهل في ان انا اشيلها وان انا اشتغل عليها، ولا الروتري نايت اي فايلز؟ فكروا كده. طيب هديكوا الاجابه او مش هديكوا الاجابه، انا هقول لكم ايه عيوب ده وانت تعرف. الستانلي ستيل فايلز دي هاند فايلز، انا بشتغل بيها بايدي، الفورس اللي طالعه طالعه من ايدي. النايت اي فايلز او الروتري فايلز دي موتور دريفن، فبالتالي هي بتلف بسرعه اكتر، فبالتالي بتكون مور انجيج في الدنتين. انا عندي موتور بيحرك الفايل، موتور بيحشره جوه الكنال غير ايدي، يعني على الله اتفقنا. فالنايت اي روتري فايلز ده اول عيب فيها. تاني عيب فيها وانا بشتغل بالالتراسونكس عليها، انا خلاص هفك دنتين اللي حوالين الفايل بالالتراسونيك. الستانلي ستيل بتقدر تستوعب الفايبريشن بتاع الالتراسونيك ما بيحصلهاش حاجه، انما الفايل الروتري تيجي تشغل حواليه بالالتراسونيك حبه حلوين شويه تلاقيه اتكسر منك، حصل سكند ديفراكشن، جزء من الجزء من الفايل اللي انت لمسه بالالتراسونيك اتكسر، فبالتالي انت طلعت حته من الفايل بس لسه في حته تحت، الفايل بقى مور ديب، الكيس بقت ارخم، بقت مور كومبليكيتد. الروتري فايلز بيحصل لهم سكندري فراكشر، عندهم تندنسي يحصل لهم سكندري فراكشر وانا شغال بالالتراسونيك لما الهيت تعلى عليهم. حاجه ثانيه، فلات الروتري فليكسبل اكتر، فدي حاجه حلوه كل حاجه، بس في الكيرفد كانالز بيحصل ايه؟ بيناموا على الاوتر وول، ما بيبقوش سنترلايزد. انا بالنسبه لي الاحسن ايه لو انتم فاكرين؟ احسن الفايل يكون سنترلايزد، اعرف اشتغل حواليه براحتي، عندي مش يعني اعرف اعمل له انسكروينج براحتي، يعني اعرف ادخله جراسبنج تولز براحتي لو هو في السنتر. انما الفلات روتري في كيرفت كانال الكورونال هيد بتاعها بينام على الاوتر، على الاوتر وول. طيب شايفين كل عيوب النايت اي اللي قلتها دي موجوده في الاستوماتيك اكتر من المارتنسيتك. الاستوماتيك فايل عنده مور تندنسي انه ينام على الاوتر وول، عنده مور تندنسي انه يحصل له سكند فراكشر ابن ريموفل. غير كده وكده انا محتاج اشيل دنتين اكتر من الاستنايت فايل اكتر من المارتنسيتك فايل، انا ممكن اشيل مارتنسيتك فايل 2 مللي ويبدا يتحرك معايا، لا في الاستاتيك فايلز انا محتاج انزل اكتر من كده عشان يطلع معايا. ف استنتج من كده ان الستانلس ستيل فايلز اسهل واقل رخامه في طلوعها من النايت اي فايلز. التيبر بتاعي، اخبار التيبر بتاعي ايه؟ كل ما زاد التيبر بتاعي كل ما احتجت اشيل دنتين اكتر عشان اشيل الفايل. كل ما زاد التيبر بتاعي الفايل بقى اكبر، الفايل اتحشر اكتر جوه الكنال، فانا محتاج اشيل دنتين اكتر، والفايل بيكون معشر اكتر وبرخامه اكتر، فما بيطلعش بسهوله زي ما انا متخيل. طيب احنا قلنا ان الهاند فايلز احسن في الريموفال عن الروتري فايلز. طب الهاند فايلز دي نفسها مكونه من ايه؟ حاجتين، كي واتش. برضو فكروا تفتكروا الفايلات اللي تطلع بسهوله، فايل الكي ولا فايل الاتش؟ فكروا فيها، فكروا فيها على مشرب ميه.
اوكي الفايلات الكي سوري الفايلات الاتش عندها لارج هيليكس انجل، عندها ديبر فلوتس، عندها راك بص براك انجل كبيره جدا. ده معناه ايه؟ عندها جريتر كاتنج افشنسي اكتر من كي فايلز، فده بالتالي معناه ايه؟ جريتر انجيجمنت مع الكنال وولز. الفايل الاتش ده أسوأ فايل تطلعه، الفايل بياخد الدنتين الكنال وول بالحضن ما بين الفلوت والفلوت فيلينج، لان هو لو تفتكره هو اب اند داون موشن، هو بيعشق في الدنتين. أسوأ فايل تطلعه واروق فايل تطلعه هو الكي فايل. طيب نتكلم على اللينث، الشورت بايولوجيك احسن من اللونج فايلز. كل ما الفايل طول مني كل ما انا احتاج بريبريشن تايم اكتر عشان اطلعه. الفايل لما بيكون طويل ده معناه انجيجمنت اكتر للدنتين، الفايل لما يكون قصير ده معناه ان هو مش انجيجد قوي في الدنتين فايه ممكن يطلع. فبالتالي اللينث بوزيتيفلي كوريليتد مع البريبريشن تايم. اوكي والمفروض برضو الـ الناس قالوا ان لو كشفت حوالي تلت الفايل فهو خلاص الفايل ده هيطلع. طالما الفايل مثلا عندي 3 مللي وانا كشفت منه مللي يبقى الفايل هيطلع، فايل 6 مللي وكشفت منه 2 مللي هو خلاص طالع. فبالنسبه لي الفايل كل ما قصر كل ما تطلعه كان اسهل. اتفقنا؟ والحاجه تانية الفايل لو قصير هقدر اطلعه بالالتراسونيك بس، مش محتاج حاجه تانية، هو الالتراسونيك هيطلع لي الفايل لوحده، مش محتاج بقى جراسبنج تول، مش محتاج بقى اي حاجه تانية. ولو طويل للاسف احتاج حاجه تانية تساعدني زي ما دكتور يوشي قاعد شغال الالتراسونيك ما عرفش يطلعه، اشتغل بالكاتانا تب ما قدرش يطلعه، احتاج فاير روتري عشان يعمل له انسكروبنج ويطلعه فوق. فبالتالي الفايل كل ما كان اقصر كل ما كان احسن لي واسهل لي واقدر اشغله بالالتراسونيك بس. طيب فاكرين عيوب النايت اللي انا قلتها؟ كان في عيب انا كنت ماجله للاخر، وهو ان فايلات الروتري بتتكسر ان شورت لينث وان ديب لوكيشن. طيب يا دكتور انت لسه قايل لنا ان الشورت لينث ده احسن، كل ما الفايل قصر كل ما كان احسن. هي الفكره في حاجه، الميزه الوحيده في الفايلات اللونج ايه؟ ان الفايل اللونج هو في جزء منه كرونال، انا هقدر اشوف معلش انا انا عايز الفايل قصير وكل حاجه بس عايز قصير في الكرونال، عايز قصير في الميدل. الفايل لو مكسور ايبيكال لا معلش انا عايزه طويل، انا عايز جزء منه اباف الكيرف، انا عايز جزء منه اقدر اشوفه بسهوله من غير ما اضطر اشيل دنتين كتير. اتفقنا؟ فالفايل الروتري للاسف بيتحشر، التب بتاعته بس اللي بتتحشر، او هي عشان فليكسبل دايما بيتكسر في ديبر لوكيشن زي ما قلنا 52% في الابيكال بورت، وبيتكسر ان شورت لينث، فبالتالي بقى صعب ان انا اوصل له، صعب ان انا اشوفه غير لما يكون طويل. اتفقنا؟ اخر حاجه اللوكيشن دي مش محتاجه بايولوجيك، لو اباف الكيرف هيكون احسن، شغلها اقل، فاسيلتيز اكتر، عندي فرايتي اكتر في الانسترومنتس اقدر اطلع بيها، عكس ما يكون بلول كيرف. وطبعا برضو بايولوجيك كرونالي احسن من الميدل واحسن من الابيكال ثيرد. دي الفاكتورز اللي تقدر كده تبص على الفايل تقدر تقول انا هطلعه ولا مش هطلعه، انا احتاج ايه عشان اطلعه، الكيس دي ادي ولا لا اكبر مني، الكيس دي هتقرفني هقدر اخلصها بسرعه ولا لا محتاجه فيزيت لوحدها ومحتاجه ايه اجيب لها انسترومنتس معين. بس خلينا متفقين على حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا جدا جدا، انا هنا بتكلم بكل حياديه، انا شايل عامل مهم جدا من الايكويشن، في فاكتور انا مش قايله هنا خالص، وهو العامل البشري. العامل البشري اللي هو حضرتك والعيان. اول حاجه انت تركيزك اخباره ايه بعد ما كسرت الفايل، تركيزك اخباره ايه، انت في اول اليوم ولا في اخره، انت مجهد ولا لسه فريش، مستوى تدريبك ايه، الايكويبمنتس اللي معاك ايه، عيادتك مجهزه ولا لا، انت عارف انت بتعمل ايه ولا لا، عايز بتعك وخلاص. ده قص العيان، عيان متعاون ولا لا، فاهمك ومقدر تعبك وعارف ان الموضوع صعب عليك زي ما هو صعب عليه ولا لا، فتحة بقه واخبارها ايه، متذمر قاعد بيقول لك هو فاضل كتير يا دكتور، هو الفايل طلع ولا لسه، كل شويه طب مش كنا خلعناه احسن، كل دي ضغوط نفسيه وجسديه عليك غير المكتوب قدامك ده كله، كل دي ضغوط عليك ولا يقل له تاثير خالص في الاوتكم. عشان كده يعني كلينيكال تيب انت ما ينفعش تقنع العيان انك تشيله الفايل، انا انت عندك فايل مكسور مين الحمار اللي اشتغل لك الفايل ده، لا تعالى انا هطلعه لك، ما ينفعش تعمل كده اطلاقا. مش هقول لك ما تعيش في شغل زميلك ولا تقول ان انتوا عندك ولا الكلام ده كله، يا سيدي قولوا كل حاجه، لو فعلا العيان بيسالك انا درسي ماله اعرفه، بس ما تقنعهوش، انت ما تقنعهوش ان انت تشيل الفايل، لازم هو اللي يجي يطلبه منك، ايه ده يا دكتور عندي فايل، طب انا محتاج اشيله، طب يا دكتور حاول تشيله لي، لان انت معرض ان الجلسه اللي هتشيل فيها الفايل تكون طويله، انت معرض ان الجلسه دي ما تكفيش تحتاج جلسه ثانيه، انت معرض ان الموضوع يكون مؤلم للعيان، انت معرض انك ما تعرفش تشيله اصلا،
او معرض ان انت ممكن تعمل كومبليكيشن، تكسر الفايل الفايل الثاني، تكسر التشن، تعمل بريبريشن، انت معرض ان كل الحاجات دي تحصل. ساعتها العيان مش بس هيفقد الثقه فيك، العيان هيحملك نتيجه كل حاجه وحشه حصلت له في حياته. انت سبب. طب يا عم انت كان في واحد كسر لك الفايل وانا اللي حاولت اشيله، لا انا ما اشتكيتش منه، انت اللي قعدت تقول لي انا هشيله، انت اللي قعدت تحسني ان البحر تحيط. فما ينفعش تقنع العيان ولا تطلب منه ولا تعرض عليه ان انت تشيله. انت هتعرفه الاوبشنز اللي قدامه، ولازم هو اللي يطلب منك كده عشان يقدر المجهود اللي انت هتعمله. زي ما احنا بنتكلم، شيل الفايلات مش حاجه سهله، البيزك ايديا سهله، بس بوق البيشنت حاجه ثانيه، محتاجه براكتس كتير ومحتاجه اكويبمنتس مش قليله. وبرده بعد كل ده مش ضامن تطلعه ولا لا، في الاخر كله توفيق من ربنا. اوكي طيب، انا قلت كذا تكنيك، which technique to choose. الجدول ده دكتور يوشي عامله بناء على length بتاع الانسترومنت، size بتاع الانسترومنت، الكيرفتشر، الفيزيبيليتي بتاعت الانسترومنت. شكله معقد شويه، complicated، فبناء على نصيحه احد الاصدقاء بسطته شويه. هنقسم الفايلز بتاعتنا لثلاثه شورت فايلز، اقل من الشورت الفايل اقل من 3 مللي، الفايل المتوسط لحد 4.5 مللي، واللونج فايلز اللي هي 4.5 مللي في المفروض. طيب هنبدا بالفايلات. انا سامع حاجتين، الفايل ده انا شايفه اصلا ولا مش شايفه، او قادر اكشفه ولا مش قادر اكشفه. طيب هنبدا بالفايلات اللي انا شايفها قدامي في الميكروسكوب. لو الفايل ده شورت فايل وانا شايفه، ريجاردلس الكيرفتشر بتاعت الكنال هيطلع له التراسونيك بس، مش محتاج حاجه ثانيه، هو شورت فايل وانا شايفه، مش مهم الكيرف بتاع الكنال ايه، هطلعه التراسونيك، مش محتاج حاجه ثانيه. انما لو الفايل مودريت وانا شايفه، ساعتها الكيرف بتاع الكنال هو اللي هيحدد. لو الكيرف بتاع الكنال اقل من 30 درجه، كيرف خفيف، الالتراسونيك هتتكفل بيه لوحدها. لو اعلى من 30 ديجري هحتاج استخدم ميثود ثانيه، يا اما لوب يا اما روتري فايل. طيب انما لو لونج فايل، حتى لو انا شايفه ريجاردلس الكيرفتشر، الالتراسونيك لوحدها مش هتقدر تطلعه. زي ما احنا ايه شفنا في الفيديو، الفايل كان متشاف بس كان طويل قوي، الالتراسونيك عملت جروف وحركته والفايل بقى دانسنج بس مش بيطلع، محتاج حاجه ثانيه كل ما الفايل بقى اطول عندي. طيب نيجي للناحيه الثانيه، لو الفايل نون فيزبل، لو الفايل فايل بس، اتفقنا؟ انما الفايل بقى لو طويل خالص مش فارقه معايا الكيرفتشر، كنال كيرف يعني الكنال، وانا كده كده مش شايف الفايل، مش شايف بقى معايا الكيرف بتاعها عامل ازاي، كده كده مش هاخد الالتراسونيك في الموضوع. انا ما ينفعش اشتغل الالتراسونيك وانا مش شايف، نبهت على الموضوع ده كذا مره، عشان في ناس كتير قوي بتشتغل الالتراسونيك وتدخل في الروت كده وان شاء الله ممكن يطلع، ده مش هيحصل، انت كده بتعمل مشاكل كتير. طب ايه بقى المشاكل دي؟ possible complications of non-surgical intervention اللي هي ايه؟ الريتريفر. اول حاجه ليتش فورميشن، انا بقطع في الدنتين، اللي انا بعمله ده انا بكريت ليدج، انا اصلا بكريت ليدج بالقطعه بتاعتي دي لو عملتها على الاوتر وول، فانا لازم اكون في الانر وول وانا بقطع. اوكي ده طبعا في الكنال بيركف. اكسسيف دنتين لوس، انا كده كده زي ما قلت لكم، انا هشيل الفايل، انا شايف الفايل هشيل، هبهدل، هشيل الريت كله بس هشيل الفايل، معايا التراسونيك وبتقطع، اقطع يا باشا لحد هعملها معامله الكونتر، هقطع في الروت لحد ما الفايل يطلع معايا. فاكسسيف دنتين لوس ده طبعا هيؤدي لنا بعد كده لفيرتيكال روت فراكشر. طيب انا لو فضلت مكمل او بقطع في وول غلط، انا بعمل كده ستريبنج برفريشن. ستريب برفريشن ان انا في الدانجر زون، انا بشيل منها الدنتين، الفايل بيكون عندي فيه برفريشن بالطول، مش نقطه صغيره، مش زي التب. فيرتيكال روت فراكشر زي ما انا قلت، لو انا قعدت اضعف في الروت كانال كتير واكل منه كتير. سكندري فايل فراكشر زي ما اتكلمنا في المارتنز الاوستينيتك نايت اي فايلز، الهيت جنريشن العالي، لو انا اشتغلت كتير وحصل هيت بيلد اب الفايل بيتكسر.
ممكن اكرييت افول شوت كانال. انا اصلا مش شايف الفايل، انا مكمل بالالتراسونيك قاعد احفر في الوول، عملت لي كانال ثانيه خالص، سبت الكانال الاساسيه اللي فيها الفايل اللي فيها المايكرو اورجانيزم بتاعي. ممكن لو انا برضو مش شايف، انا بخبط الفايل فوق دماغه، انا قاعد احشره تحت، انا ممكن ازنقه تحت، يكون الفايل جاي لي في الميدل كانال، اقوم انزله الابيكال سيرت عادي جدا، وممكن كمان اطلعه بره الابيكس. فدي كلها بوسيبل كومبليكيشنز من سيرجيكال انترفنشن او الريتريفل انترفنشن. محتاج ان انا اكون شايف كويس انا بعمل ايه، محتاج ان انا اكون متدرب كويس على اللي انا بعمله ده. ما ينفعش ايه اقعد العب الالتراسونيك وان شاء الله خير، او ان شاء الله الفايل هيطلع، هي ما تمشيش كده خالص. نيجي لتاني حاجه، الباي باس. انا ما عرفتش اشيل الفايل، او ما عنديش الاكويبمنتس اللي تخليني اشيل الفايل، فهحاول اعدي من جنب. الالتيميت جول بتاعي مش في ان انا في المانجمنت بتاع سيبريتد فايل، مش بس ان انا اشيل الفايل، انا مش فارق لي ان انا اشيل الفايل، الفايل بالنسبه لي لا يعنيني في شيء، انا اللي يهمني ابريزرف الانتجريتي بتاعت السنه. بمعنى في فايل موجود قدامي وانا عارف ان انا اقدر اشيله، بس ان انا لو شيلته هسكرفايس الدنتين الروت 10، انا مش عايز اخش في الريتريفال بروسس مع ان اقدر عليها وعندي الاكويبمنتس وعندي تريننج، بس حفاظا على سنة العيان انا مستعد اخد وقت اطول واشتغل بالاكويبمنتس اكتر. الباي باس ده بيحرق فايلات كتير ومكلف جدا حفاظا على سنة العيان. طيب البنفيتس بتاعت الباي باس ايه؟ مور كونزرفتيف زي ما انا قلت، وريكواير ليس اكسسيف دنتين ريموفل. اتفقنا؟ نان اوف ذا روت كانالز ار بيرفكتلي راوند، فبالتالي انا عندي سبيس اقدر ادخل منه الفايل ما بين الفايل بتاعي ال10 ما بين البروكن فايل ما بين الكانال وول. بصوا كده على المنظر ده، الصوره اللي على جنب انا ما عنديش سبيس خالص، الصوره اللي فوق انا عندي سبيس اقدر ادخل منه. الكلام ده بيحصل امتى؟ خلوا بالكم الصوره اللي تحت دي ايبيكالي، انا كل ما نزلت ايبيكالي الكانال بتبقى راوندد اكتر، فالسبيس عندي بيقل. الفايل لو مكسور فوق الكانال تبقى اوفل شيب شويه، فبقدر فبيكون عندي سبيس اقدر ادخل منه، ده غير ان الكروس سكشن بتاع الفايل بيفرق معايا. طيب الانديكيشنز بتاعتي ايه؟ لو انا عرفت اشيل البروكن فايل، حاولت اشيله ما عرفتش، الفايل بيوند الكيرفتشر، انا اصلا مش هحاول اشيله، انا مش شايفه، ولو شيلته هبهدل الروت. وعشان اعمل سيجنج بلاتفورم او اكشف الفايل، هعرض السنه للفيرتيكال روت فراكشر او السوبر فريش. اتفقنا؟ طيب however الباي باس ليه كومبليكيشنز. الباي باس مش احسن حاجه في العالم. الباي باس ممكن يخليني اكريت افولز كانال، ممكن برضو يخليني اعمل روت بيرفوريشن، ممكن وانا شغال اكون فاكر نفسي شغال على انر وول انا شغال على الاوتر وول، فبالتالي انا محتاج مالتيبل راديوجرافز عشان اتاكد ان انا ماشي في الاتجاه الصح، وانا كل شويه بعمل باي باس كل ما بنزل ملي ملي اتاكد بالراديوجراف ان انا شغال صح، عشان مش فجاه الاقي نفسي عملت كومبليكيشنز. طيب باي باس اول ستيب، الستيب بتاعته عامله ازاي؟ اول حاجه بانلايز البوزيشن اوف ذا فايل باي اكس راي. انا بشوف الاكس راي بتاعتي كويس، بعملها انلايزيشن، بشوف الفايل ده عامل ازاي، نايم على اي وول، حجمه، الحاجات دي كلها هتفرق معايا انا هشتغل ازاي. اور مين جول ان انا اجيب كاتش، انا محتاج اجيب كاتش ما بين الفايل ما بين الدنتين وول، مش انا اللي هكرييت الكاتش، انا محتاج شارب وشورت وستيف فايل. شارب عشان يعمل لي بيتر بايندنج للدنتين، محتاجه شورت عشان بيتر تكتوال سنسيشن، كل ما الفايل كان اقصر كل ما كان السنسيشن بتاعي اعلى، كل ما قربت من التيب بتاعت الفايل كل ما ايه السنسيشن بتاعي زاد. ومحتاجه ايه ستيف عشان انا هدي عليه سنه بريشر، فمحتاجه ايه افويد البريكج. طيب انا هبريكر بالفايل، كلنا عارفين انا بمسك الفايل وبعمل له بريكر. بعمل بريكر من ليه بالظبط؟ لو في العادي بيقول لك اول 2 3 مللي، انا متحفظ على الموضوع ده، انا شايف ان انا محتاج اعمل لاول مللي بس. الليدج او الكاتش بتاعي كل ما كان اصعب كل ما احتجت ان انا ابلي كيرف الفايل بديجري اعلى وعلى لينث اقصر. لو عندي الفايل معموله بري كيرفنج على لينث عالي، انا كده ما استفدتش حاجه، غير ان انا بعرضه ان هو انا عملت له بري كيرفنج حلو بره، اول ما دخلت الكانال وولز ضيقه هتفردوا لي تاني، فانا ما استفدتش حاجه. انا محتاج الكيرف يكون صغير، الكيرف بتاعي يكون صغير عشان اقدر ادخل بيه جوه الروت كانال من غير ما يتفرد. طيب الدايركشن بتاع الكيرف ده هيكون فين، او الدايركشن بتاع الكاتش اللي انا هدور عليه ده فين؟
في الانر هول، بس نيجي النقطة دي بعدين. طيب بستخدم فايلات ايه؟ بستخدم فايلات 8 و10 ميلي، سي بلس فايل ودي فايل. يفضل ان انا استخدم السي بلس فايل في ان انا اجيب الكاتش. السي بلس فايل عنده اكتف تيب بتساعدني اجيب الكاتش بسهوله اكتر من الدي فايل. يفضل ان انا اجيب الكاتش بالسي فايل واركنه على جنب واخش بالدي فايندر. الدي فايندر بيسلك نفسه اسهل، انما السي فايل بيجيب الكاتش اسهل. اهم حاجه الفايلات دي لازم تكون اوريجينال، المضروب في السوق كتير، لازم الفايلات دي تكون اوريجينال عشان انت هتعرضها لستريس عنيف من ايدك فوق ومن الفايل تحت. اتفقنا؟ بعمل البري كيرفنج بتاعي زي ما باين في الصوره على شكل جي هوك كيرفتشر عشان ايه اخلي الفايل يعمل لي كاتش عدنتي نو. طيب لازم 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 يكون في اديتا في الكنال عشان تسهل لي اللوبريكيشن وتسهل لي الايزي كاتنج في الدنتين. بشتغل وانا لسه ما جبتش الفايل، لسه ما جبتش الكاتش، بشتغل ان شورت فيرتيكال ستروكس، شورت فيرتيكال ستروكس لحد ما اجيب الكاتش. وانس ان انا جبت الكاتش الموشن بتاعتي بتبقى واتش وايندنج موشن فيري جنتلي ومن غير ادنى فورس على الفايل خالص. اتفقنا؟ طيب لو انا جبت الكاتش، لو انا مش لاقي الكاتش انا هدور على الكاتش فين؟ دكتور انا كل ما انزل بالفايل الاقيه بيخبط، بخبط في حاجه. كاتش اللي انت بتقول ادور عليه؟ انا مش لاقي كاتش. الكاتش هيجي بان انت تبري بند الفايل ناحيه الانر وول وتكون عارف الانر وول دي فين. اول حاجه من ريدي جراف انت عارف ان الانر وول دي انت عملت لها انلايزيشن كويس وعرفنا الانر وول بعرفها ازاي، فانا خلاص هدايركت الكيرف هنا. طب دكتور انا جوه الكنال ومش شايف، ده انا ما عنديش مايكروسكوب مش زي الالتراسونيك، انا شايف انا بنزل فين في الميكروسكوب والالتراسونيك انا شايف الانر وول فين وشايف انا بنزل بالتيب فين، هنا انا مش شايف. التاو الفايل دايما فيه يا اما فيه نوتش كده مثلث طالع يا اما فيه خط. انا بعمل بري كيرفنج للفايل وبخلي الخط ده في نفس اتجاه الكيرف عشان وانا الفايل جوه السنه انا عارف الكيرف ده باصص لفين، انا عارف الكيرف اللي انا عامله في الفايل ده رايح فين، فوجهه على الانر وول بتاعتي. اتفقنا؟ انر وول اتس كي ان ذا روتري فايل سيبريشن باي باس. اوكي؟ الحمد لله ربنا كرمني وعملت باي باس، عملت باي باس باي طريقه مش هتفرق. في ناس بتقول لك عدي ب 10 كله بعد كده 15 كله بعد كده 20 كله، ناس ثانيه تقول لك لا عدي ب 10 مللي و15 و20 مللي بعد كده انزل مللي ثاني، يعني 10 مللي 15 مللي و20 مللي. نزلت فايل مللي ب 10 حلو قوي، اركنه على جنب، هات ال 15 وسع لي المللي ده، بعد كده هات ال 20 وسع لي المللي ده اكتر. خلصت الملي ده ارجع ب 10 تاني، المفروض ان الدنيا بقت واسعه وحلوه فهينزل ملي كمان، عيد البروسيس تاني. سواء دي او سواء دي ترجع للبيرسونال بريفرنسز، الاثنين شغالين والاثنين هيوصلوا لنفس النتيجه. المهم ان انا بعد ما بعمل باي باس للفايل وبكون وسعته ل 15 10 و15 و20 بكمل كلين شيبنج عادي. I don't recommend using rotary file. بس لو هتستخدم rotary file يستحسن يكون فايل سمول تيبر والكنال غرقانه اريتا. انا متل في متل، انا معرض في اي لحظه ان الفايل اللي انا شغال بيه الروتري ده يتكسر، محتاج اقلل الفريكشن. اوكي؟ في برضه حاجه في السوق اسمها الهاند فاير سبريكيشن هاند بيس، دي كونترا بدخل فيها المانيوال فايل وبتعمل هي اللي بتعمل لي واتش، هي من الاخر الواتش ويندنج بتاعي بدل ما انا اللي عامله بحطه في كونترا هي اللي بتعمله لي. بتقلل الفتيك في الايد، بتخليك تلاقي الكاتش اسرع. اشهر حاجه في السوق هتلاقيها اسمها ام 4 هاند بيس، بتسيف التايم بتسيف الافورت. في برضه روتري فايلز معموله عشان تساعدك تجيب كاتش وتعدي سواء الفايل او سواء الليدج، زي الفانتا ليدج كوريكشن فايل، ده فايل بيكون عباره عن روتري اوريدي بري بند او بري كيرف وبيساعدك ان انت تعدي الليدجات او تعمل باي باس. حاجة تانية، لو أنا عندي حاجة زي اللور مولرز في الميزيال روت مثلا كتير قوي بيكونوا تايب 2. لو أنا مش عارف أعمل باي باس أو الكنازة وهي تايب 2 أنا مش محتاج أتعب نفسي أصلا. لو أنا الفايل مكسور في الكنال وعرفت أعمل باي باس من الكنال التانية خلاص أعمل الكورونال سيل وإبكال سيل ومش محتاج. لو أنا فشلت إن أنا أعمل كورونال سيل أعمل باي باس للفايل في كنال منهم أنظف الكنال التانية كويس وأعمل إبكال سيل بتاعي والكورونال سيل بتاعي. انا كده يعتبر برضو عملت باي باس بس من كنال تاني. برضو اعيد تاني الكومبليكيشنز بتاعت التكنيك دي، ان انا ممكن اعمل ليدج، ممكن اعمل سكندري سيبريشن الفايل في ايدي، ممكن وانا داخل بدور على الكاتش ازق الفايل اكتر ايبيكالي او حتى ازقه بره الايبكس زي ما انا اتفقنا. طيب انا نجحت دلوقتي في ان انا اعمل باي باس او حتى بارشلي باي باس، اللي هو الفايل مثلا 3 مللي وانا قدرت اعمل فيه مثلا مللي ونص، مش قادر انزل اكتر من كده.
انا ايه اللي انا عملته؟ محاولتي ان انا اعمل باي باس سواء بالنجاح او بنجاح كامل او بنجاح جزئي قللت الكونتاكت بتاعت الفايل ما بين الفايل وما بين الدنتين. كتير قوي 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 فايلات بنيجي نعملها باي باس وسواء بننجح في نص البروسيس الباي باس او بعد ما بنخلص بنلاقي الفايل مش موجود اصلا. اوكي انا عملت مينيمايزنج للكونتاكت بين الفايل والروت كانال وودز فالانجيجمنت بتاعته قلت فتلاقي الفايل طلع لوحده في الاريجيشن وبتحصل كتير جدا. اوكي ده الباي باس. ندخل بعد كده على السيرجيكال انترفنشن. احنا كده خلصنا السيرجيكال انترفنشن وهندخل على السيرجيكال انترفنشن. اوكي سيرجيكال انترفنشن انا حاولت نون سيرجيكال، حاولت اطلع الفايل ما عرفتش، حاولت اعدي من جنب الفايل ما عرفتش، انا مضطر ادخل اعمل سيرج. سيرجيكال ميثود بتاعتي هي ماي لاست ريزورت عشان هي انفيزيف very invasive but require significant amount of dentine sacrifice. بعمل root end resection انا بشيل جزء من الروت حرفيا. however هي my last resort بس هي my first resort في حاجات تانية. لو الفراكشن انسترومنت دي طالعه بره الابيكس كومبليتلي او حتى بورشل او لو الفايل not accessible بالنسبه لي انا مش عارف اوصل له ولو حاولت اوصل له هبهدل الروت جامد فانا ما استفدتش حاجه. او لو عندي بريميكال ليجن كبيره تحت الفايل او عندي اكسترا ريديكولار انفيكشن او ما بيحصلش هيلينج خالص حتى لما انا عملت بريفيس اتيمبتس ان انا اتعامل مع الفايل هو ما بيحصلش هيلينج اصلا. او لو مش عارف ادخل كورونالي بسبب مثلا في بوست موجود عشان اشيله انا هضطر اشيل كتير قوي من الدنتين وهضعف الروت اكتر. او لو البيشنت عامل كورونال ريستريشن غاليه ومش عايز يغيرها او هي ساتسفاينج بالنسبه له او في الاستاتيك زون انا مستحيل اغيرها اتصرف فمضطر ايه مش عارف ادخل كورونالي فهلفها من الناحيه الثانيه وادخل ابيكالي. however مش كل الكيسز هينفع معاها السيرجري. في كيسز اللوكيشن بتاع السيرجيكال اريا قريب جدا من الفايتال اناتوميك ستراكشر فساعتها الابروتش ده هيكون كونترا انديكيتد. اخر حاجه برضو عشان الناس في دماغها السيرجيكال انترفنشن ده ابيكال سيرجري بس هو بينكلود حاجات ثانيه زي الانتنشنال ريبلانتيشن او الروت امبيوتيشن او الهيميسكشن كل دي تعتبر سيرجيكال interventions في broken instruments. بعد كده عندي non surgical no intervention at all. طيب انا حاولت كل حاجه وما عرفتش ايه العمل؟ ينفع اردم على الفايل كاني مش شايفه؟ انا مش شايفه يعني خلاص بقى كان الله بالسر عليه الفايل اتكسر مني مش عارف اعمل حاجه يلا نقفل عليه. كان اسالك سؤال مهم جدا 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 هو اللي هيحدد كل حاجه يمكن ده اهم سؤال اساله في المحاضره دي كلها. ايه فكره الاندو؟ انا بعمل اندو ليه؟ الليله دي كلها على ايه؟ الاكشوال بروبلم بتاعتي مش في البروكن فايل. الفايل بالنسبه لي لا يعنيني في شيء. الفايل بالنسبه لي مشكلتي الوحيده معاه انه منعني اوصل الابيكال بورت او الابيكال بورت للفايل ايا يكن الفايل مكسور فين اي حاجه تحته هي ابيكالي انا مش عارف اوصل لها. هي دي مشكلتي. الفايل ذات نفسه زيرو بالنسبه لي انرت ماتيريال ما يفرقش معايا. طيب انا اسالك سؤال تاني. سؤال تاني وانا عايز ادوك في الكومنتات عشان ده هيفرق معايا يعني ده سؤال مهم جدا ومحتاج تركيز. مين اللي عنده بيتر بروجنوز؟ في حاجه عندها بيتر بروجنوز ريتيند فراكتشر فايل فايل اتكسر وانا سبته وقفلت عليه ولا ليدج انا مش عارف اعديه الاثنين في نفس المكان الاثنين في نفس الكنال كل حاجه زي ما هي. مين اللي عنده بيتر بروجنوز؟ ليدج انا مش عارف اعديه ولا فايل مكسور؟ حلو الاسئله دي بس خلينا نشرب ميه فكروا فيها وردوا في الكومنتات. فكروا تاني. طيب الاجابه الاثنين بالنسبه لي واحد. الاثنين منعني انظف الابيكال بورت اللي تحتهم نفس البروجنوزز بالظبط زيهم زي المسد كانال. انا مش الفايل مش عامل لي حاجه الليدج مش عامل لي حاجه الابيكال بورت هو اللي انا مش عارف انضفه الابيكال بورت هو اللي هيعمل لي حاجه لو انا ما جيتش ناحيته. طيب انا ازاي احدد ينفع اردم على الفايل ولا ما ينفعش؟ امتى خلاص ماشي نردم على الفايل ده وان شاء الله خير وامتى يا باشا انت لو ردمت على الفايل ده اعمل حسابك العيان جاي لك عاجلا ام اجلا هيرجع لك تاني بمصيبه. عندي ثلاثه فاكتورز حطهم حلقه في ودانكم عشان اعرف البروجنوزز بتاعي ايه. انا كسرت فايل وقررت ان انا هردم عليه محتاج اعرف البروجنوز بتاع الكيس ايه
مش قلنا انا قررت اقدم عليه، قبل ما اقرر اقدم عليه لازم اكون عارف البروجنوزس كويس ولا مش كويس، الحاله دي اخبارها ايه. عندي ثلاثه فاكتورز، ثلاثه فاكتورز مهمين واوعوا تنسوهم اكتبوه. اول حاجه الكيس فايتال ولا الكيس نيكروتيك، ده اهم فاكتور بالنسبه لي. هل الكيس دي كنت انا شغال مثلا كلاس 1 او لو كلاس 2 ادجيسنت للبلب الكيرز قريب من البلب وعملت ايتروجينيك اكسس ايتروجينيك اكسبوجر، ولا الكيس دي اساسا السنه جايه مفتوحه وفيها سويلنج ونصها طاير والعيان وارم والدنيا بايظه خالص. مين لو انا سبت بورت في الكنايه ما تنضفش البروجنوز بتاعه احسن؟ مين اللي البورت اللي انا سايبه ده في بكتيريا ومين لا الفايل البارت اللي انا سايبه في تحت الفايل ده ستيرايل ما فيهوش بكتيريا او مينيمال بكتيريا الجسم يعرف يتعامل معاها كده. الفايتال كيسز، الفايتال كيسز البروجنوز بتاعها دايما احسن من النكروتيك كيسز. اوكي طيب تاني حاجه اللوكيشن بتاع الفايل، الفايل مكسور كورونا الاحسن ولا الفايل مكسور ايبيك الاحسن؟ هل احسن لي ان الفايل يكون مكسور كورونال ولا ميدل ولا ايبيكال؟ انا كده كده عارف وانا بشيل بروكن فايل انا عايز ايه، انا طبعا عايز الفايل كورونال، عايز الفايل طالع من الاورفيس اصلا عشان اشيله، ده احسن. هل نفس السيتويشن لو الفايل مكسور وانا هردم عليه، هل احسن لي الفايل يكون كورونال ولا احسن لي يكون ايبيكال؟ طبعا احسن لي يكون ايبيكال، كل ما يكون تحت، كل ما يكون الفايل مكسور تحت انا كده خلاص أنا كل ما فوقه بيوند ماي ريتش انا اقدر انا اقدر اوصل له، مش بيوند ماي ريتش، انا عارف اوصل له، عارف انضفه، عارف احشيه، انما اي حاجه ايبيكال ليه مش هعرف اوصل لها. طب لما هو ايبيكال مفيش حاجه ايبيكال ليه تحفه، يا ريت يا ريت الفايل يكون قافل الايبكس، لو انا خلاص يعني الفايل هردم عليه مش هقدر اتعامل معاه يا ريت يكون ايبيكال بس ما يكونش اكسودد بره الكنال اكيد. طيب ثالث فاكتور السايز بتاع الفايل، هل احسن لي اكثر فايل 10 صغير كده ما بيعملش حاجه ولا اكثر فايل 35 كبير سند لي الكنال واقفلها لي؟ خلي بالك انا في الحالتين انا هقفل، انا هقفل عليه مش فارقه معايا انا هشيله ولا لا. هل الاحسن اكثر فايل صغير ولا الاحسن اكثر فايل كبير ضخم اسيب للعيان في بقه حاجه صغيره ولا اسيب للعيان في بقه حاجه كبيره؟ ردوا على الكومنت، ردوا في الكومنتات، انا محتاج اعرف اجابه السؤال ده ومحتاج اعرف انتوا هتفكروا ازاي. انا اشوف الكومنتات دي على فكره. طيب الاحسن اشيل فايل اسيب فايل صغير ولا اسيب فايل كبير؟ بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد او بالنسبه للبروجنوزز بتاع الكيس، لو انا هردم على الفايل وانا مبسوط وانا مرتاح انا عايزه اكبر فايل ممكن. اصل كوني وصلت الفايل 35 وكسرته بعد كده دخلت فايل 10 وعملت بعده اوريجيشن و15 بعده اوريجيشن و20 بعده اوريجيشن 25 بعده اوريجيشن 30 وبعده اوريجيشن انا خلاص نضفت الكنال، انا خلاص الكنال بالنسبه لي ما بقاش فيها بكتيريا، فانا بالنسبه لي كل ما الفايل كبر كل ما كان احسن، غير لما ادخل بفايل 10 بسم الله الرحمن الكيس جايه لي دخلت فايل 10 اتكسر، انا دخلت اريجيشن ولا نظفت حاجه ولا شلت من على الوولز ولا الباي فيلم زي ما هو ما عملتش حاجه خالص، فكل ما الفايل كبر ضميري هيكون مستريح اكتر فانا اردم عليه او بروجنوزز الكيس هيكون احسن. طيب معنى كده انا لو كسرت فايل كبير بعد ما كنت دخلت بالاصغر منه وفي الايبيكال بورت في كيس فايتال، يا باشا من غير ما تفكر اردم عليه، اردم عليه وروح بيتك نام مستريح. كيس فايتال فايل كبير في اخر الفيزيت ايبيكالي سند لك الايبيكال، مش محتاج مش محتاج الدين بيقول لي ايه، خلاص بروجنوزس تحفه ان شاء الله. يعني ده طبعا في حياتنا انا مش عارف اتعامل مع الفايل او قررت ما اتعاملش مع الفايل عشان ده هيقلل لي هيبهدل الروت اكتر. فبالتالي البروجنوزس بتاعي يعتمد على ايه؟ الثلاثه فاكتورز دول بيدوروا ويلفوا حوالين ايه؟ الريموفنج البكتيريا rather than the removing of the file. انا مش فارق البروجنوز بتاعي بيعتمد على ان انا اشيل بكتيريا مشيل الفايل، سيب يا باشا نضف لي الكنال من البكتيريا اللي فيها واكسر لي فيها فايلات اردمها لي فايلات. طب ما على فكره احنا زمان كنا بنقفل بسيلفر، مش انا طبعا يعني الجنريشنز اللي اقدم كانوا بيقفلوا الاندونتس كانوا بيقفلوا بسيلفر بوينت، بيجيب سيلفر بوينت ويدخل ويكسرها ما ميتل يا باشا ميتل، كان بيجيبوا الفايلات يدخلوا جوه الكنال يكسروها، ده الاوبتريشن بتاعهم والحكايه كانت بتنجح وزي الحلاوه عادي مفيش اي مشكله محدش قال لهم حاجه. الفكره هو منظف كويس، مش مهم انت حطيت ايه جوه الكنال، مش مهم انت سايب لي ايه جوه الكنال، المهم انت شلت ايه من الكنال. عشان كده الكليننج والشيبنج اهم من الاوبتريشن 100 مره. انا بشيل ايه من الكنال اللي عامل لي المشكله، البكتيريا اللي عامله مشكله انا شلتها، حط يا باشا اللي انت عايزه براحتك. اتفقنا؟ فمعنى كده
ان اكتر حاجه ممكن تضعف لي البروجنوزز لو انا عندي، لو الكيس جايه لي اوريدي ببريابيكال ليجن، فانا ساعتها عارف ان الكنال مليانه بكتيريا وان البكتيريا دي محتاجه تتشال لان هي اصلا عامله ليجن، هي اصلا اوريدي عامله لي مشكله، وخصوصا في حالات الريتريت. يعني انا دلوقتي جايه لي كيس ريتريت او جايه لحضرتك كيس ريتريت، الراجل اللي قبلك كان كسر فايل ومعيش يتعامل معاه وردم عليه والكيس جاي لك تعمل لها ريتريت، معلش يعني انت عايز تردم عليها ازاي؟ الليبريتور اللي قبلي كسر الفايل وردم عليه وقال هتعدي وما عدتش والكيس حصل لها فيلير وجات لك انت عشان تحل المشكله، تقوم حضرتك تكونسيدر ان انت تقفل ان انت كمان تقفل عليه؟ يعني طب مستني ايه؟ مستني نتيجه ثانيه؟ ايه الفرق بين التريتمنت بتاعك والتريتمنت بتاعه؟ انت صليت الفجر وهو ما صلاش؟ مش فارقه خالص، فايل جاي لك مكسور وتحته بريابيكال ليجن، دونت كونسيدر انك تردم عليه. ما تقولش بقى انا هعمل اريجيشن جامد فيه والاريجيشن هيعدي من تحت، مفيش الكلام ده، هو اوريدي البارت الابيكال للفايل عامل مشكله، لازم اوصل للبارت ده باي طريقه ممكنه، فدونت كونسيدر ان انا اسيب الفايل لو الكيس اصلا جايالي بيرزيستنت انفكشن او بانفكشن حصلت بسبب ان التريتمنت قبل كده في اول فايل، الفايل انا سبته فلر الكيس. اوكي، حتى زي دي التريتمنت دي مرفوضه تماما. اخر بوينت عايز اقولها في الموضوع ده، انا لو هقفل على الفايل خلاص قررت اقفل عليه وراعينا كل حاجه، هقفل بثيرموبلاستيسايز اوبتوريشن عشان هم اللي هي الهيت اللهم صل على محمد كونتينوس ويف كومباكشن الاوبتيورا والسيستم بي والحاجات دي، ليه؟ عشان هم احسن بيسيل الجاب. ما انا دلوقتي عندي الفايل موجود وحواليه جاب ما بين الفايل والروت كانال وولز، انا محتاج ادخل جدها بيرك اسيحه وسيلر يقفلوا لي الجاب دي، يعملوا لي سيل احسن فيعلوا البروجنوزز. والثيرموبلاستيز جدها بيرك اكيد طبعا بتعمل سيلينج احسن من كل داتا كومباكشن، واكيد اكيد احسن من السنجل كونتينج. واخيرا البيشنتس والسيبريتد انسترومنتس، وانا سبتها جوه، لازم 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 يتعمل لهم فول اب، لازم يجوا لك كل فتره في العياده تعمل لهم ريجولار تشيك اب راديوجرافيك اكزامينيشن، عشان لو حصل اي ديفلوبمنت ونعرف ان الكيس فليرت ما استناش لما العين يجي لي بليجن قد كده، عشان اجرب بقى ايه اشوف موداليتي ثانيه او هنعمل ايه في السنة. طيب اخر تريتمنت موداليتي عندي هي الاكستراكشن. اكستراكشن از ا تريتمنت موداليتي، لا خلاف على كده. انا خلاص اخلع السنه، انتهت حلول الارض، الامر متروك للفورسبس، انا مش عارف اعمل حاجه، غيري مش عارف يعمل حاجه، احنا محتاجين نشيل السنه خلاص، الموضوع فشل، حاولنا كل المحاولات فشلنا، او العيان نفسه لو هو اصلا مش عايز يحاول لاسباب ماديه بقى او ما عندوش وقت يقعد يجرب، او لو انت مش معاك التولز ولا العيان يقدر يروح لمكان فيه التولز، او اساسا بروجنوزز السنه ضعيف، مش يعني حتى لما تحاول تشيل الفايل السنه اساسا جايه لك ببرفوريشن وثلاثه وولز مش موجودين، يعني لو السن اصلا كومبرومايزد انت حتى لو عملت مانجمنت كويس هي اصلا مش هتعيش كتير. اتفقنا؟ طيب عشان ما نوصلش للمرحله المؤسفه دي اعمل ايه؟ زي ما اتفقنا قبل كده ان الوقايه خير من العلاج. اوكي؟ انا عندي ريكومنديشنز، دي اخر حاجه هقولها واخر حاجه محتاجكم تحفظوها معايا وهجمع فيها الحاجات اللي انا قلتها في الاول. اول حاجه انا محتاج ستريت لاين اكسس، اهم حاجه عندي ان انا اعمل ستريت لاين اكسس عشان اقلل الستريس النازل على الفايل. الفايل لو نازل عليه ستريس من فوق من فوق ليفل الاورفيس هيعمل كومبليكيشن، هيعمل كومبليكيشن لا محاله ايا تكن بقى الكومبليكيشن دي، ليدج، برفوريشن، سيبريشن، هيعمل لك كومبليكيشن. فلو سمحتوا لازم ستريت لاين اكسس، لازم الفايل يدخل من ايدك للاورفيس ما يكونش لامس حاجه، يكون كومبليتلي فري، اي حاجه لمسها طير يا باشا طير ما يهمكش، كونزرفتلي طبعا. بعد كده محتاج ان انا اعمل لايت باث، انا اسف يا جماعه. بعد كده انا محتاج اعمل لايت باث للفايلات بتاعتي قبل ما ادخل، ما ينفعش ادخل بفايل كبير في كنال مش مهيئه لاستقباله، ما ينفعش تبقى الكنال عندي ضيقه ولسه مش عامل لها نيجوشيشن ولا جايب فيها بيتنسي واقوم داخل فايل اول فايل روتري يلا خش بيه، مش كده، هم علمونا ان اول فايل بعد الاورفيس اوبنر اول فايل الاصفر ده بدخل بيه الوركينج لينث، اقوم داخل بيه الوركينج لينث، لا مش كده يا حبيبي، مش كده خالص، محتاج اعمل لايت باث محترم، الفايل ده داخل
واول فايل هيدخل هينزل عليه ستريسز بنت لذينه، ما ينفعش ادخل فايل كبير في كنال لسه ما تجابلهاش بيتنسي حتى بفايل 10 على الاقل. اوكي بشتغل بكراون داون سيكونس، ما بشتغلش بالستيب باك تكنيك، لازم اعمل كورونر فليرنج، لازم ادخل الفايل على ايبيكال بورت وهو مش متدغدغ من الكورونر بورت، لازم يكون خلاص الكورونر بورت اتعاملت معاه هندلته ووسعته الفايل يقدر يدخل يشوف الايبيكال بورت ده بيقول ايه، اقدر نيجوشيت معاه في كيرف تمام هعديه، في تايتنس هسلك فيها، فلازم اشتغل بكراون داون تكنيك واكون عامل كورونر فليرنج كويس. لازم ايدي تكون خفيفه، ايدي حنينه، ما استخدمش اي فورس على الفايل ولا على الهاند بيس اللي معايا، اي فورس ستريس اعلى على الفايل فراكتشر ان لم يكن ليتش، فدونت يوز فورس خالص وانت شغال بالفايلز. لازم يكون عندي اريجيشن، لازم يكون عندي لوبريكيشن، ما ينفعش ادخل على النشف خالص زي ما قلت لكم. لازم كل ما اطلع بالفايل انضفه كويس وابص عليه كويس مع اي علامه للان وايدنينج، اي علامه للستريتنينج للفلوتس ارميه في ساعتها. بلاش عفانة حصلتوا كذا مره. طيب ايه الحاجات اللي ما اعملهاش؟ فورسفول انسترومنتيشن زي ما انا قلت لك، اي بريشر على الفايل انت كده بتلعب في عداد عمر الفايل. ما تدخلش على الناشف، لازم لوبريكيشن، لازم اديكيشن على الاقل يشيل الدبريز اللي موجوده جوه بدل ما بتتراكم تحت. فحتى لو الفايل ما عملش كومبليكيشن فانا بقى عندي دبريز كتير تحت هتعمل لي بلوكج للكنال واقعد بقى افكها من تاني من اول وجديد. ما ينفعش اسيب الفايل في سنجل سبوت. فكين في حوار السايكليك فتيك ده، في حته في الفايل، في حته في انا عندي كنال كيرف، في حته في الكنال عامله لي ستريس على الفايل، في حته في الكيرف عامله ستريس على الفايل. هل من الحكمه ان انا اعرض جزء واحد من الفايل للحته دي للدانجر زون دي، ولا ان انا اوزع الاستريس بتاع الحته دي على الفايل كله، افضل طالع نازل ما اسيبش حته جوه لحد ما الكراك بروباجيشن او الستريس اللي عليها يعدي الليمت بتاع الفايل ويتكسر؟ كل ما الفايل يقرب من يتكسر تكون حته ثانيه استلمت مكانه. دايما اطلع وانزل، عشان كده دكاترتنا دايما بيقولوا لنا لو وصلت لحد الوركينج لينث اطلع على طول، ما تدخلش الكنال وانت واقف مكانك، انت طالع نازل طالع نازل، ما تقفش في حته اكتر من جزء من الثانيه، انت طالع نازل. طيب ده انا لسه قايل كده، ما تسيبش الكنال، ما تفضلش في الكنال بعد ما توصل الوركينج لينث. ما تفكش للفايلات دايما مع كل دخله للفايل، حتى لو دخلت بالفايل ده كذا مره ورا بعض تطلع ودخلت يعني قسمت الكنال زون تكنيكس ودخلت بالفايل الواحد للكنال كذا مره، كل مره اطلع بص على الفايل، وبالذات لما تحس ان عايز ستريس عالي بص عليه كل شويه ونضفه كويس قوي. انا كده اعتبر خلصت الجزء النظري من المحاضره بتاعتي. لو لسه صاحيين، لو لسه في حد صاحي او لسه انترستد، تعالوا ندردش شويه في الحالات اللي انا هعرضها دلوقتي دي. الحالات اللي انا هعرضها دي دلوقتي حالات انا اشتغلتها مع كانديديتس قلنا في وحده الميكروسكوب، اخدوا معانا الكورس عندنا في الجامعه، وانا اخترت الحالات دي بالتحديد تقديرا مني الدكاتره اللي اشتغلتها وتعبوا فيها والمستواهم المتميز واللي بيتطور بسرعه واللي مخليني فخور بيهم جدا بالحالات بتاعتهم، ومبسوط ان جزء صغير قوي في رحلتهم ان هم يكونوا دكاتره متميزين في المستقبل القريب ان شاء الله. بجد يعني حالات هم شاطرين يعني، وانا في سنهم كنت بكسر فايلات، هم بيطلعوا فايلات ما شاء الله عليهم. اول كيس معانا دكتور علاء كينج الباي باس، اي حاجه بيعملها باي باس. الفايل زي ده انا كده للاسف غششتك قبل ما اتكلم، يعني الفايل زي ده هتعامل معاه ازاي؟ هل احسن ان انا اشيله ولا ان انا اعمل له باي باس؟ التريتمنت بتاعتي عامله ازاي؟ اشيل الفايل ولا احاول اعدي من جنبه؟ الفايل زي ما انتم شايفين هو ايبيكالي، ايبيكالي في سام سورت اوف كيرفتشر في روت، فاخترنا الحل الامثل ودكتور علاء ما شاء الله عليه عمل له باي باس. اوكي نيجي للكيس اللي بعد كده، دكتور رنين ان شاء الله مش هقول لكم، هي بتشيل اي فايل يجي قصادها، فمعنى كده ان الحاله اللي زي دي هي باين عليها يعني مستحيل اعمل باي باس لفايل طويل. انا كل ما الفايل بقى اطول معايا كل ما موضوع الباي باس بقى اصعب. انا لما اعمل باي باس لملي 2 ملي 3 ملي غير لما اعمل باي باس ل 7 ملي، معلش فايل زي ده هعمل له باي باس ازاي؟ هو ممكن اعمل له باي باس في حاله واحده بس، لو في حته صغيره منه بس هي الانجيجد والباقي فري، فممكن لما اعمل اعدي ال1 او 2 ملي الانجيج دول الفايل ينزل معايا براحتي. بس فايل زي ده شبه سنترلايز في الكنال على طول اشيله، اللي يخليني ما اشيلهوش، مش هشيل كتير من الدنتين اباف ليفل الكيرف، مش باين عليه ان في سبيس حواليه بره، يعني مش انجيجد في الكنال باين ان في حواليه سبيس. فايل زي ده انديكيتد فور جراسبنج، شالته على طول بالواير لوب. شايفين الفايل اتكشفت اول ملي من الفايل، نزلت عليه باللوب قرطت وشالت الفايل على طول.
فايل زي ده كام ملي؟ ده 7 ملي. 7 ملي هيتعملوا باي باس ازاي؟ طيب حلوه الكيس دي قوي، كيس انترستنج، اشتغلتها مع دكتور شهر. فايل زي ده بصوا عليه كده، فايل زي ده مكسور في الام بي 2، ده فايل صغير جدا ومكسور في الام بي 2. شايفين السايز بتاعه؟ سايز صغير جدا. واحنا قلنا قبل كده ايه في السايزات؟ الفايلات الصغيره بتشيله بالتاسونيك بس، والفايل انا شايفه ولا مش شايفه؟ شايف. قصير ولا مش قصير؟ قصير. يبقى يتشال بالتاسونيك ومش محتاج حاجه ثانيه خالص. صح؟ صح. الفايل ده كان في الام بي 2. قعدنا نشتغل عليه بالالتاسونيك، كشفنا الفايل، عملنا ستيت لاين اكسس، ستيجنج بلاتفورم، اشتغلنا حوالين الفايل، كشفنا اول ملي، فايل ما طلعش. كشفنا تاني ملي، فايل ما طلعش. كشفنا تالت ملي، فايل مش راضي يطلع برضه. بعد ما كشفت تالت ملي بشويه بدا بس يعمل فليكسنج لدكتور كريم شرحه لنا ان الفايل هو ماسك مكانه ما بيتحركش، لما بجيب بروب مثلا او بلاجر او كده وازقه بيتزق معايا، بس اول ما اسيبه يرجع مكانه تاني. فقعد يعمل فليكسنج بعد تالت ملي. طب يا دكتور انت كنت لسه قايل لنا ان انا لو كشفت تلت الفايل بس هيطلع، نزلت قد كده وما طلعش. انا فعلا استغربت. ساعتها الدكتور شهد قالت لي يا دكتور الفايل ده محتاج لوب، وانا كبرت قلت لها لا ده فايل صغير ده يتشال بالتاسونيك بس. كانت اللوبس جاهزه جنب، اللوب جاهزه جنبنا، كان المفروض ان احنا نشيله بلوب، بس انا قلت ده فايل صغير التاسونيك بس هديني نشيل فيه ما بيتحركش. فساعتها اضطرينا فعلا نشيله بلوب. بس لما شلته بلوب ايه اللي اكتشفته بعد كده؟ الفايل طويل. انا ما اعرفش الفايل ده هو ده ازاي. انا حكمت عليه الاكس راي 2 دي ان هو فايل قصير. لما طلعته من الكنال لقيت بالمنظر ده، وطبيعي ما يتحركش لما اكشف اول 2 مللي. شايفين طويل ازاي؟ فعشان كده لو انت كشفت جزء كبير من الفايل برضه ما بيتحركش، ما تتغشمش وتكمل بالالتراسونيك، ما تكبرش زي ما انا كبرت كده وديته شهر هي لقيت لي استخدم اللوب. حافظ على الدنتين بتاع السنه دي، اهم حاجه. اهم حاجه عندي ان انا احافظ على سنان المريض، احافظ على الروت ده بعد ما اسيبه واشيل منه الفايل. يا فرحتي بالفايل واخدت صورتين وانا اللي بشيل فايلات والكلام ده كله. طب السنه دي هتقعد قد ايه؟ السنه دي لو العيان عض عليها عضه جامده هيحصل له فيرتيكال فراكشر ولا لا؟ اللي فاضل من الدنتين قد ايه؟ اتفقنا؟ دي كيس دكتور اشراق، دكتوره من ليبيا متفوقه، كنا متراهنين ان هي مش هتشيل الفايل ده بس هي ما شاء الله شلته لوحدها تماما. الفايل ده طبعا انديكيت في ريموفر، عندي ستريت لاين اكسس، الفايل طويل في جزء منه معدي بيوند الايبكس، ممكن يتعمل له باي باس بس مش احسن حاجه خالص. كل الفاسيلتيز بتقول لي ان انا اشيله، بلس ان هو طول الفايل مش هيخليني اعرف اشيله بالتراسونيك بس، محتاج لوب زي ما انتم شايفين. الفايل اتشال بلوب زي ما انتم شايفين هو طويل عامل ازاي. فدي فايلات انديكيتد فور ريتريفل نوت باي باس، وانديكيتد فور جراسبنج، مش هينفع اشتغل بالالتراسونيك لحد ما اطلع بره الروت اكيد يعني. اوكي الكيس اللي جايه بتاعت مين؟ دكتور صلاح. دكتور صلاح ما شاء الله عليه دكتور سفاح من دوله الجزائر. شايفين الفايل اللي في الصوره؟ يعني انا اتخضيت من منظره. بصوا على شكل الفلوتس عامل ازاي، بصوا على شكله في الاكس راي. حرفيا الكيس دي لما جات لنا مسك فيها قال انا هشيل الفايل، وفعلا شاله ما شاء الله عليه. فايل زي ده هو واخد نص الروت، اكتر من تلتين الروت كمان، هو مش سايب لي غير كورنر ثيرد بس، ومعشق تعشيقه جامده. الفايل ده عذبنا على ما طلع. شايفين شكل الفلوتس عامل ازاي؟ هايلي انجيشت في الكنال، مستحيل اعرف اعمل له باي باس، مستحيل اعرف اطلعه بالتراسونيك بس، محتاج ان انا اشيل سيجنفكنت اماونت اوف دنتين حوالين الكورونال بورشن ذا فايل عشان بس اعرف اشد الفايل. لو خدتوا بالكم اللوب مش ممسوك على اول ملي في الفايل، اللوب نزلت تحت شويه. لو كنت مسكتها من اول ملي ما كانتش طلعت. انا محتاج اكشف من الفايل جزء مش قليل عشان اعرف اشد الباقي، عشان اقلل الانجيجمنت بتاعته. الفايل الجزء اللي فوق اللي انا كشفته ده هو التيبر العالي، هو اللي انجيج في الدنتين اكتر. التيبر اللي تحت القليل هو ده اللي عرفت اشده. مكان اللوب برضو بيفرق. بصوا الفايل احنا ماسكين الفايل منين مش من فوق. بعد كده دكتور علاء، بصوا على الكيس دي. حد هيفكر يدخل جوه الكيس دي؟ في كلاب بتعض الفايل تحت، في كلب تحت في الايبكس عم اي فايل يدخل يقعد يعض. 1 2 3 4 5 6 فايلات، 6 فايلات. هتشيل ايه ولا ايه؟ يعني هتباي بس ايه ولا ايه؟ ما شاء الله عليه هاندل الحاله فيري فيري بروفيشنالي، وده شكل اوبتريشن في الاخر. كيس زي دي ما كانش ينفع نجلكتد خالص. هعمل ايه في الفايلات دي يا دكتور؟ ده مبهدله الدنيا. بصوا على الميزيال روت عامل ازاي؟ بصوا على البريبيكال ليجن اللي تحته، هو اوريدي فيه انفكشن. انا لازم اوصل للايبكس، يعني لازم اوصل للايبكس.
ما شاء الله عليه، انا فعلا معجب بالكيس دي جدا. بعد كده دكتور شادي، دكتور شادي اكتر حد مجتهد شفته في حياتي. دكتور شادي ده كان وظيفته في الوحده ان هو بنرمي عليه الحالات الزباله، اي حاله وحشه، اي حاله ما حدش يقرب منها ارمي دكتور شادي، وما كانش بيقول لا، كان بيشيل ما شاء الله. جسدي، شايفين الفايل في ميزيو باكل كانال ده بشيفت وده من غير شيفت، فايل كبير نسبيا، هايلي انجيجد في الكانال، وده بعد ما شال جراسبنج تو مش فاكر لا ده شلناه بالترا سونج، فايل ده انا فاكر ان احنا شلناه بالترا سونج بس عذبنا جامد على ماتشين. دي كيس ثانيه لدكتور شادي كانت في الايبكس. طب يا دكتور هتقول لي يا دكتور الفايل ده كان في الايبيكال بورت ليه شلته؟ انا كده هضطر ساكرفايس جريت ديل اوف روت كانال دنتين، بس خلي بالك ان هنا عندي ستريت لاين اكسس للروت وستريت لاين اكسس للفايل، الكانال عندي ستريت، الفايل انا دايما اول ما فتحت الاكسس شفته، اول ما كشفنا يعني الكورنر ثريد شفناه، وزي ما انتم شايفين في صوره الماستر كون احنا ما شلناش دنتين كتير والفايل اصلا صغير، فدخلنا وشدناه على طول. يعني ده كان indicated for retrieval احسن من الباي باس، عشان برضو طوله، هو الفايل طويل مش قصير، وفايل صغير ما ينفعش يتساب، شايف ده فايل 10 او 15 بالكتير، ازاي هيسيب فايل زي ده جوه؟ لو كان فايل كبير كنا هنبدا نفكر، انما فايل زي ده indicated for retrieval. اخر كيس دكتور احمد العبد لله، الكيس دي جات لي دكتور معانا انترن كان بيحاول نجشيت الام بي 2، جاب فايل 10 وعمل الغلطه الشهيره، انا جبت الكنال يلا جيب وركينج لينث. في ما بين انا اجيب الكنال وان انا اجيب الوركينج لينث في مراحل كتير لازم تحصل. احنا اتعودنا في الجامعه واحنا صغيرين قالوا لنا يا باشا تفتح اكسس وهات وركينج لينث، احنا اتعودنا على كده في الستيب باك، وده اللي وصلنا للحاله دي. حالات كتير قوي بتجي لنا الفايل مكسور بطول الكنال، الدكتور لقى الكنال الله يلا دب فايل 10 هات الاكسكيتور، اطلع فايل 10 لا مش طالع انا كارف انا قاعد جوه مش طالع معاك كمل انت. نفس الكلام دي كيس ام بي 2، الدكتور ايه ده لا ده الفايل بينزل معايا الكنال ما طلعتش بلوكت يلا انزل تاني لحد ما اشوف الفايل هيقف فين، الفايل نزل وتقريبا وصل لحد اخر الكنال بس ما طلعش. اوكي دي كيس اللي عليها اللايف ديمو، هنشغل الفيديو بتاعها دلوقتي هنشرح اتعاملنا ازاي مع الكيس دي. عامه عشان هقفل سلايد شو هنشغل الفيديو دلوقتي، الكيس دي بعد ما شلنا منها الفايل رجعت للدكتور وما شاء الله عمل لها كليننج اند شيبنج محترم وعمل لها اوبتيوريشن حلو جدا. الكيس دي كانت لسه صغيره عندها 13 سنه تقريبا، فللاسف هتلاقوها بتتحرك كتير في الفيديو ومش ثابته. تعالوا نشوف الفيديو سوا. بصوا كده يا دكاتره على الاكسس، هل حد فيكم شايف الام بي 2؟ انتوا شايفين الام بي 2؟ انا مش شايف الام بي 2 واكيد الدكتور برضو ما شافهاش او شاف جزء منها. اول حاجه لازم اعملها ان انا اصلح الغلطه اللي الدكتور ده عملها اللي انا صوتي اتنبح فيها في اول المحاضره، ستريت لاين اكسس. هل الكنال دي انا ليا ستريت لاين اكسس ليها ولا لا؟ هل انتوا شايفين الام بي 2؟ هل انتوا شايفين الفايل؟ الفايل في الاكس راي طلع لي باين من الايبكس، طالع من الاورفيس، قصدي انا شايفه فوق ليفل اورفيس. انا قلت لهم يا جماعه الكيس دي سهله، ببص على الاكسس انا مش شايف الفايل ولا شايف الكنال اصلا، مش عارف الدكتور ازاي دخل الفايل في الكنال دي. لازم يا جماعه سيت لاين اكسس، الفايل نزل عليه ستريس من فوق، غير طبعا ان هو دبه لحد الايبيكال ثيرد من غير ما يعمل اي نيجوشيشن ولا كورنر فليرنج، هو الفايل اصلا نزل عليه ستريس من فوق، في دنتين تراينجل، في شيلف، دنتين شيلف فوق الام بي 2 دايس على الفايل، ضاغط على الفايل مخليه مش قادر ينزل تحت بسهوله من غير ستريس. انا هنا بنظف الاثمس اللي من بعد الام بي 2 وفي نفس الوقت بقطع بالسايد بتاع الالتراسونيك تيب الدنتين شيلف ده، كل شويه بعمل ريجيشن بنظف الديبريز اللي انا عملتها عشان اعلي الفيجواليزيشن عندي واقدر اشوف انا فاضل لي قد ايه، واعلي الهيت جنريشن بتاع الالتراسونيك، الالتراسونيك بتعمل هيت جنريشن عالي برضو. انا هنا بنشف ما بدخلش التيب جوه الكنال عشان ما اعملش امفيزيما. شفتوا الفايل بدا يبان ازاي؟ بدأ ملامحه تظهر، الفايل ده فايل 10 يا جماعه. فايل كيتن الدكتور جاي قال لي انا دخلت بيه. ما طلعتش طلعت من غيره. دي سكرين شوت، شايفين الفايل؟ بدأ يظهر الكروس سكشن بتاع الترينجلر كروس سكشن بتاعه. شايفينه؟ هندخل بقى على الالتراسونيك تيب الارفع.
حاول ان انا الفايل ده مبدئيا كده انا قررت ان انا لازم اشيله، فايل طويل، فايل طويل في كنال ضيقه، لا هعمل له باي باس ولا ينفع اسيبه لانه فايل 10 وكنال ما اتنضفتش اصلا. فالفايل ده انديكيتد فور ريتريفل، ومن هو طويل جدا واخد الكيرف بتاع الكنال اصلا بشكل مرعب، مش هينفع ان انا اشيل بالتاسونيك بس، انا كده هبهدل الروت وده ميزي وبكر روت اصلا، ودي ام بي 2 يعني كنال اصلا ضيق. انا هنا بشتغل على الفايل، بشتغل فوق الفايل، هحاول انا اكشف من الفايل 1 ملي لينث ونص ملي حوالين الفايل عشان ايه تكفي اللوب بتاعتي. بشتغل بالالتراسونيك على سبيد قليله جدا، فتلاقوا القطع فيري فيري كنترولد، ما بنقطعش احنا الالتراسونيك ما بتقطعش زي الكنترول، بتقطع اقل شويه، بتعمل هيت جنريشن عالي بس بتقطع بكنترولد كاتنج، انت شايف انت بتعمل ايه كويس فبتقطع مور كونزرفتيفلي. انا هنا بنضف الاتمس ده، الاتمس ده دايما بيكون فيه بالب تشو بيعمل فيلير، فيه بكتيريا لازم انضفها في الاريا دي. انا هنا شلت سيجنيفيكانت اماونت من الديم، بس لسه السبيس ده مش كافي ان انا اقدر ادخل فيه اللوب والواير براحتي، انا محتاج ان انا ادخل باللوب بتاعتي بالتيوب بتاعتي وتقف مستريحه وحواليها واير ماسك في الفايل. خلي بالكم كده زي دي الفايل واخد الكيرف بتاع الكنال، انا لازم 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 الفايل اللوب تكون ماسكه في الفايل جامد. انا عايزكم تفتكروا شكل اكس راي، الفايل كان واخد كيرف، كان واخد سي شيب، الفايل لافف مع الكنال، لازم اكون ماسكه كويس لو انا عايز اشيله. فبالتالي كان لازم انزل اكتر شويه وكان لازم احط اللوب مستريحه، ما ينفعش امسكها في اول نص ملي. اوكي هنا بنعمل اريجيشن تاني برضو عشان نشيل الدبريز، عشان ننضف كويس، عشان نشوف احسن، عشان نقلل الهيت جنريشن اللي انا بعمله. خلي بالكم دي طفله صغيره برضو كان البين ثريشولد بتاعها قليل، في اي حاجه بتوجعها، فكنا ايه حنينين معاها وبطئه شويه في الشغل. كل شويه اريجيشن، كل شويه انشف، كل شويه ري ايفالويت ماي بوزيشن، ري ايفالويت ماي بروجريس، عشان لو ماشي غلط اصحح الحق نفسي. هنا لو بصيتوا انا عامل بري بيندنج للالتراسونيك تيب، انا عايز اقطع في حته معينه في الاوتر وول، انا بصيت لقيت الحته دي محتاجه اشيل منها دنتين، الحته الاوتر وول. ولو بصيتوا برضو انا بمشي كاونتر كلوك وايز، كاونتر كلوك وايز حوالين الفايل. اي نعم ده مش هعمل له انسكروينج، بس هي دي الموش لازم امشيها. فايل ما شاء الله مكسور بطوله كله، بس انا ماشي كاونتر كلوك وايز، وتاني الحته دي من التب بتاعت الالتراسونيك بتاعتي عشان اقطع دنتين في الحته اللي جوه من غير ما اساكرفايس سيرفيكال دنتين اكتر من اللازم. اريجيشن تاني، ننضف تاني، نشيل الدبريس تاني، ري ايفالويت اللي احنا عملناه. انا فاكر انا اخدت سكرين شوت هنا في الحاله دي، الفايل اهو مش عارف ان شايفينه ولا لا، انا بلف حواليه بالالتراسونيك، لسه في حته دنتين ماسكه الفايل، او لسه في حته دنتين هتمنع اللوب ان هي تسيت. انا ممكن الفايل يكون مكشوف منه دنتين في كل حته، بس في حته دنتين هنا منع اللوب ان هي تسيت، انا محتاج اللوب تنزل كويس قوي فوق الفايل. اريجيشن تاني، دايما اريجيشن ما اقعدش اشتغل كتير على الفاضي. بصوا هنا منظر اللوب، الفايل في النص واللوب نازله فوقيها ونازله مستريحه كده، انا هقدر انجيش كويس قوي في الفايل كده، اللوب قفلت جامد على الفايل، قربت عليها قربت جامد، لو لاحظتوا الدايره صغرت قوي على الفايل، بقت ماسكه فيهم، بقى التيوب بتاعتي او الهاند الانسترومنت بتاعتي والفايل اللي جوه بقوا حته واحده. دلوقتي انا قاعد اشد في الفايل ما بيتشدش معايا، بشد فيه الفايل طبعا طويل جدا مكسور جدا واخد الكيرف بتاع الكنال محشور حشره سوداء، فانا كل ما بشد فيه ما بيطلعش معايا. فكنت قلت لكم ايه لو شديت الفايل وما طلعش معايا، بعمل سوينج موشن كده زي الاكستراكشن بالظبط، عشان كده بعدت بالمايكروسكوب سنه وقعدت احاول اطلع، بدات احس ان هو بيتحرك معايا، في جزء منه بيتحرك معايا، بشد 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 بس بالراحه وجنتلي ما بتعفاش، واحده واحده وهتلاقي الفايل، هنلاقي الفايل طلع معايا اللي انا حاسس بحركته تحت ايد، بس هو ماسك جامد. الفيديو بيلاج عندي، الفايل طلع. الفيديو عمل لاج في اهم حته، الفايل اتشد معايا من اللوب، انا هنا الفايل وقع من اللوب بعد ما انا شلته، فهقعد ادور عليه
لقيت وقع الرابر دام، مسكناه بالتويزر. شايفين طول الفايل؟ الفايل طالع، عملت له تشيك، بصيت على الابيكال بورت بتاعه، اتاكدت ان هو ما حصلوش سكند فراكتشر، لان انا اكيد انا شده ما اشتغلتش عليه. شايفين طول الفايل عامل ازاي؟ فايل 10 الحمد لله طلع من الكنال ورجع للدكتور وعمل اوبتريشن زي ما ورينا لكم في الصوره. اوكي، ده شكل الفايل بعد ما طلعناه. وانا كده خلصت المحاضره، خلصت اللايف كيس، لايف ديمو. دكتور كريم سعيد نستقبل اسئله. يلا يا دكتور، افتح الفيسبوك بقى نشوف. يعني والله مش عارفين نقول لك ايه على المحاضره القويه دي والحاله الاخيره كده. الفايل بسم الله ما شاء الله، ده اطول مني الفايل ده ما شاء الله. انا اتخضيت، انا في الاخر قلت لا حاجه في الفيديو عامل لايك الفايل قد كده هو في ايه. وبعدين انا شايف يا دكتور احمد والله الكيس دي لما جات لي قلت يا جماعه دي سهله، لا انا عايز كيس صعبه. بس الفايل طلع سخيف يعني. انا ازاي فاتتني حاله الدكتوره اشراق ده؟ الفايل اللي معدي حته من الايبكس ده، انا بيفوتني حاجات قويه ولا ايه؟ ده اليومين اللي انا غبت فيهم. انا مش سامعك يا دكتور كريم، معلش، ممكن المشكله عندي. بقول لك الحاله بتاعت الدكتوره اشراق، صوت واضح؟ مش عارف المشكلة كده من عندي ولا من عند دكتور احمد. غالبا في مشكلة في الصوت عندي. سامعني كويس؟ احنا سامعينك. سامعني انا؟ كده سامعك، مش عارف الصوت بيتأخر ولا لا. بتقول ايه بقى عشان ما سمعتكش؟ معلش، بقول لك الحاله بتاعه الدكتوره اشراق يعني فاتتني دي ازاي؟ ده في الايام اللي انا غبت فيها ولا ايه؟ تقريبا في مشكله كده عند دكتور احمد. هحاول اكونكت على حاجه ثانيه. طب يا دكاترة لو في أسئلة ممكن نبتدي نكتبها كده ولا أحمد يجي عشان نجاوب عليها. دكتور كريم، طب انتوا يا جماعة قولي في الكومنتات. طيب انا فاتح 3 موبايلات قدامي، انا فاتح 3 موبايلات بكونكت منهم قدامي دلوقتي. قولوا لي اي واحده فيهم اللي شغاله. دلوقتي بنستقبل الاسئله، قلنا كده هيكتبوا الاسئله عقبال لما النت يظبط. مش طيب حد عنده اسئله يا جماعه؟ احنا باصين على الكومنتات. في حد بيقول الستيجنج بلاتفورم هل بشتغل 3 مللي وبعد كده 3 مللي؟ الستيجنج بلاتفورم انا مش بشتغل على الفايل، انا بشتغل فوق الفايل، انا بكشف الفايل. لو قصدك لو بشتغل على الالتراسونكس بشتغل ازاي؟ انا بشتغل مللي باي مللي، او انا بشتغل يعني انا بقطع مللي وبعد كده ببص تاني، وبعد كده بقطع مللي وببص تاني، وبعد كده انا اساسا بكون عارف من الاكس راي الفايل ده طوله قد ايه، ولما اكشف منه كام مللي هيبدا يتحرك، ولو ما اتحركش هشفت على موداليتي عامله ازاي. فانا مش بنزل 3 ب 3 خالص. اوكي، الاوبريشن جاي بروكن. الكومنتات بتجري ما بلحقهاش.
انا والله بحاول اتابع معاك بسرعه. الكومنتات بتجري. بس انا قريت كومنت لدكتور عمر تقريبا بيقول البيشنت لو جالي، ده سؤال كلنا بنواجهه في العياده، البيشنت لو جالي بفايل مكسور جوه الكنال، انا مش فاكر السؤال، مش فاكر السؤال بالظبط، انا قريته بس هفتكر اللي انا فهمته يعني، او هقول السيتويشنز اللي بيحصل معايا. البيشنت لو جالي فايل مكسور والبيشنت عامل اندو من فتره ما ومفيش اي مشكله، البيشنت ما بيشتكيش منه، عامل اندو بره والاندو ده فيه فايل مكسور او الاندو ده شورت او الاندو ده وات ايفر، وجاي لي بيه وعايز يعمل عندي كرام، اعمل له تريتمنت ولا لا، او اشيل له الفايل ولا لا. اوكي البيشنت ما عندوش انا سيبتمز، ما بيشتكيش خالص من من الفايل. انا دلوقتي عندي حاجتين، انا يا اما المفروض ده اندو انا مش انا اللي عامله، مش عارف هو معمول ازاي، الفايل مش عامل مشكله، البيشنت ما عندوش ساين ولا سيبتمز، بس انا ما اعرفش الاندو ده كويس ولا لا، الراجل اللي قبل ده كان شغال برابر دام ولا لا، كان منظف كويس ولا لا، ماشي السنه مش عامله اي مشاكل في خلال 6 شهور، ما هي ممكن تعمل بعد سنه. فالحل الامثل ان انا اعمل اندو، ان انا اعمل ريتريتمنت للاندو اللي اتعمل ده عشان اضمن انا شغل. لو انا مش هقدر اعمل ريتريتمنت، او الحاله هتبقى كومبرومايزد او الكومبليكيشن تبقى عاليه لو عملت ريتريتمنت للبروكن فايل ده، او مش هقدر اعمله، بحط العيان معايا في القرار. يا باشا انت عندك سنتك كذا 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 وفيها كذا كذا كذا، انا هعمل لودنج على الضرس، الضرس ده مش هعمل لي مشكله دلوقتي، بس ممكن لما اعمله لودنج ممكن هو سليم 6 شهور، اول ما انا اعمل عليه كراون بعدها باسبوع يفلي، بعدها باسبوع يطلع وارد. بتدخل العيان معاك في القرار. هل لو العيان مستعد زي ما قلت لك، اوعى تتحايل على العيان، او هو تقنع العيان ان انت تشيل له فايل او تلعب له في اندو قديم هو عامله ومش تعبه، لازم هو اللي يقول لك يا ممكن هو اللي يقول لك لا يا باشا انا عايز حاجه مضمونه، انا هدفع فلوس في الكراون، اشتغلي على نظيف، ابتدي على نظيف واعمل لي ريتريتمنت. او العيان يقول لك لا يا باشا انا هاخد الريسك، انا ايه اللي يخليني اعمل ريتريتمنت بعد ما تشرح له ان الريتريفل مش سهل او ان البروسيس مكلفه وهتاخد وقت والحاجات دي كلها، يقول لك لا يا باشا مش مشكله، اعمل كراون عادي، وتعرف العين ده اون هيز اون ريسك، الاندو ممكن يفالير منه بعد كده، دي مش مشكلتك انت، وانت اللي حطيته، حطيت الكرة في ملعب. تعالوا نشوف كومنت تاني، اسئله تانية. تعمل ايه في الحالات اللي زي دي يا دكتور كريم؟ بس يا دكتور في سؤال شدني، ثانيه واحده. حد بيقول if the file fracture in canal without، لو انا ما عنديش لوب تقريبا وما عنديش التراسونيك، ايه الالترناتيف تريتمنت فور ريتريف؟ هو مبدئيا يعني انت قلت كل حاجه بنعمل بيها ريتريفل، فكده انت مش هتعمل ريتريفل اصلا، ما فيش اي حاجه تانية، ولا انك تقلب العيان على راسه فالفايل يقع ولا تشفطه، ما فيش حاجه هتحصل من الحاجات دي خالص. فيعني يا اما تخلع يا اما تردم من فوقيه زي ما دكتور احمد قال، مهم على الاكويبمنتس اهم حاجه. وانا اخدت بالي من الكومنتات يا دكاتره ان الناس شايفه الميكروسكوب، والناس شايفه ايه ده، ايه الحالات اللي بتتعمل دي، فالناس بتخش تقول عشان الميكروسكوب. حلو قوي، هو انت مش متخيل الحاله اللي انت شفتها في صوره دي ما كملتش 3 ثواني او فيديو ما كملش 10 ثواني، هو ده متقطع في وقت الرافنج في رقبه الظهر. ده ساعات انا ودكتور احمد في نفس الحاله بنبدل، بيقول لي دكتور كريم كمل ترافنج انت، ده احنا ساعات بنستخدم اللوب مع بعض احنا الاثنين فور هاند تكنيك، هو يمسك اللوب يحطه على الفايل وانا اربط له اللوب، هو يقول لي انا ماسك، انا امسك التب واقعد اطلعها اهزها ونطلعها. فالموضوع والله مش في ثواني كده يعني. الميكروسكوب ما بيجيش بمغناطيس بيشد الفايلات، هو بيساعدك تشوف انت بتعمل ايه مش اكتر. دكتوره ريان، الريسبريكيشن طبعا بيقلل السايكليك فاتيك كده كده، وبيقلل التورشنال فيلير فبيقلل كسر الفايل. طيب ممكن طبعا عيب الريسبريكيشن ان هو بطيء شويه، فدكتور احمد قال حته الاو تي ار ده، الاو تي ار ده موجود تقريبا في كل الاجهزه خلاص، ده عباره عن زي سيف مود كده، وانت بتلف الروتيشن لو حصل لوك الفايل يقلب ريسبريكيشن، فالفايل اصلا ما يحصلوش لوك، يعني هو بيمنع الفايل انه يحصل له لوك. طيب حتة الايديتا جل في البروكن فايل يا دكاترة، دكتور احمد كان قال نحط الايديتا جل او كريم او سولوشن اكويس عموما،
انا كدكتور كريم ما بفضلش الايديتا، خصوصا اني بخاف لو انت بتستخدم ايديتا ومعاك ستيف فايل في الكيرف كانال، مش هتكلم على الستريت كانال، في الكيرف كانال انا اخاف ان الايديتا تعمل سوفتنينج للدنتين وانت تغرز التيب السي فايل مثلا او الستيف فايل بتاعك فيها وتفضل مكمل على اساس ان انت كده بتباي باس، فبالتالي ممكن تعمل ليدج ثم بيرفوريشن. طيب واحده بتقول لو الفايل معدي الايبكس هل عندي طريقه اشيله بيها غير السيرجري او غير الايبك سوري الاكس بي شيب الفينيشر؟ لو الفايل ده انت شايفاه او تقدري تكرييت استاذ محمد سيت لاين اكسس زي الحاله بتاع الدكتور اشراف، الفايل كان معدي الايبكس ما اتشالش باكس بي شيب، اتشال بقى تسونيك ولوب عادي، هو كان معدي الايبكس بس انا قادر اوصل له، قادر اجيب له سيت لاين اكسس. ممكن اشيله من غير اكس بي شيبر، اكس بي شيبر او الفينشر بستخدمهم لو الفايل بيوند ماي ريتش وبيوند ماي فيجن، انما لو سيت لاين اكسس مش محتاج. الساينز والسيمتومز يا دكتوره بتاعت الديفورميشن ان انت بتلاقي ان الفايل ابتدى يحصل له انوايندنج. بالنسبه لحته الجولد والبلو فايلز هتلاقي دايما الكالر بتاعه ابتدى يسود، هتلاقي الجولد ابتدى يظهر فيه حته سودا، ده معناه انه قشر فبتبتدي ترميه. البلو فايل طبعا لو هو اصلي من شركه اصل يعني شركه مش صيني، البلو فايل عمره ما هيقشر، لكن ميزه الصيني وعيب الصيني ان هو ولا بلو فايل يعني عارف نص نص كده، فالبلو فايل لما يقصر هنا انديكيشن انك تروح رامي الفايل، هنا معناه الفايل بقى ضعيف لان هنا ابتدى يفقد التيتانيوم الاوكسيدايزيشن لاير بتاعته، فالفايل هنا ابتدى يحصل له ايه انوايندنج. في دكتور بيسال برضو او دكتوره مش فاكر ايه احسن اوبتيوريشن تكنيك اشتغل بيه بعد ما اشيل الفايل؟ طبعا وقطعا الثيرموبلاستايز جاتابيركا، لان انا شكل الكنال بتاعي ما بقاش يونيفورم، انا قاطع في الانر وول وعامل ستيجنج بلاتفورم، فلا سنجل كون ولا السبريدر والاكزيري هيقدروا يملوا لي المكان كله. احسن حاجه الثيرموبلاستايز جاتابيركا، الكونتينوس ويف كومباكشن ده احسن حاجه اقفل بيها الاوبتيوريشن بعد ما اشيل الفايل. وخلوا بالكم دي اكتر حاجه بتفضح الاوبريتور، انا ممكن يجي لي الدكتور يا دكتور انا معايا سنه وشلت الفايل، طب اعمل اوبتيوريشن وريني، الاوبتيوريشن هيعرفني انت شلت دي دين قد ايه، انت كنت كونزرفتيف ولا لا. فاحسن حاجه ثيرموبلاستايز جاتابيركا. في حد سال سؤال ليه بنخش من الانر وول مش الاوتر وول؟ عشان يا دكتور لو فضلت تخش من الانر وول كان دكتور احمد قال ان انت هتعمل ستريب، هتعمل ليدج ثم تعمل بيرفوريشن، الفايل اصلا نايم على الاوتر وول، فانت هتخش ازاي من الاوتر وول؟ انت لازم تخش من الانر وول تقعد تخبط وتحركه عشان الفايل يبتدي ايه، يعني انت عندك الفايل اهو نايم كده، انت هتقعد تخبط في الانر وول فالفايل يبتدي ايه يتحرك كده اهو، زي ما دخل زي ما هيخرج. طيب في دكتور بيقول اثناء الباي باسك ازاي اتجنب الخروج من مسار القناه، ازاي ما اعملش بيرفوريشن؟ مبدئيا انا مش هعمل بيرفوريشن غير لو انا شغال على الاوتر وول. انا قلت في الباي باس انا بنشن على الانر وول، انا بدور على الكاتش في الانر وول، انا باخد اكس راي كل شويه عشان اتاكد ان انا لسه في الانر وول من الكيرف مش في الاوتر وول. انا لو ماشي في الاوتر وول انا هعمل ليدج، انا هعمل بيرفوريشن لو فضلت مكمل، كل شويه باخد اكس راي عشان اتاكد. في ياما حاولنا نعمل باي باس والله ده الفايل نزل حطينا ايبكس لوكيت لقينا نفسنا بره، عملنا اكس راي لقينا الكنال كده والفايل كده. فانت لازم تكون بتشتغل على الانر وول، لقيت نفسك شغال على الاوتر وول انت في ريسك ان انت تعمل بيرفوريشن في اي لحظه. لو معايا لوب اكس 6 اقدر اشتغل حالات ايه من الريتريفر؟ انت راجل زي حالاتي، انا راجل معايا لوب 5 اكس نفسي البس لوب 12 اكس بس مش لاقي. يجي حد من صحابي او اي حد من الدكاتره اللي اعرفهم يقول لي يا دكتور انا عندي فايل مكسور ومحتاج تشيله بس ما عنديش مايكروسكوب، محتاج تشيله عندي في العياده. انا مش هروح له واشيل له فايل باللوب بتاعتي اللي هي 5 اكس انليس الفايل ده في الكورونا، الفايل ده لو معدي الكورونال انا مش هشيل الفايل. طيب ليه الكورونال؟ هل هتفرق؟ لمجرد ان اللوب بتاعتي بيجيب الكورونال، معلش لو عندي لوب 3.5 انا لو معايا لوب 3.5 هشيل بيها فايل، انا اخر افتح بيها اكسس كويس بيوند الكنال مش هعرف.
فالفكره مش اللوب بتاعتك كام وتقدر تشيل بيها فايل قد ايه، الفكره انت شايف ولا لا. الفايل ممكن يكون في الكورونا بس انت مش شايف بيوند الكيرف، في الام بي 2 والكيرف اصلا في اول 2 3 ملي انت مش شايف. الفكره كلها انت ما ينفعش تشتغل على الفايل كريتريف غير لما تشوف. انت ممكن تكون معاك لوب 6 اكس والفايل في الكورونال بس اللايت ضعيف، فاللايت مش واصل لليفل الفايل، مش مبين لك الفرق ما بين الفايل والدنتين والكنال وول عشان تقطع ما بينهم، اللايت بتاعك لو بتساعد. فالفكره انت شايف ولا مش شايف، مش اللوب بتاعتك الاكس بتاعها كام، ولا حتى الميكروسكوب بتاعك الاكس بتاعه كام. انا شايف ان الناس كلها بتسال على الفورم والفورم نزل. هو الفورم ده عليه فلوس ولا يا جماعه؟ مش عارف. عارف ده واضح انه عليه فلوس. طب ايه احنا عايزين نلحق نخش الفورم ده؟ ابعت لي اللينك. مش عارف ازاي عليه فلوس، ده عليه 50,000 جنيه. دكتوره مريم بتقول لي عليه 50,000 جنيه. دكتوره مريم مش اسلوب ده على فكره. طب يعني ايه 10,000 جنيه حتى انا ودكتور احمد هنقسمهم علينا كل واحد خمسه؟ اي حاجه اي حاجه. خبر ابيض. ماشي تمام قوي. اليوم هيسالوا عليه. انا قلت برضو الفورم ده فيه ايه، طلع ده طلع فيه كنز فعلا. طلع الفورم اغلى من المحاضره يا جدع. اغلى مننا احنا شخصيا. ماشي يا دكاتره. ممكن يتكسر الفايل اثناء الباي باس؟ طبعا ممكن يا دكتوره، يبقوا فايلين جنب بعض حاضنين بعض، وده ربنا يعين اللي ايه هيخلعهم او اللي هيشيل الفايل. يعني في حد بيسال سؤال متكرر، انا شايفه يا دكتور نقطه الجتا بركه في الريتريفل ممكن تعيدها. اوكي يا دكاتره، الموضوع ده بستخدمه لو الفايل خلاص بيتحرك، الفايل مش انجيج، الفايل مفيش حاجه ماسكاه بس انا مش عارف ادخل اجيبه، هو مش راضي يطلع، كل ما يطلع مثلا بيخبط في حاجه بيوند ما ريتش، انا مش شايفه، الفايل مثلا شايف منه الهيد بس، بس هو في حاجه ماسكاه من جوه، مش ماسكاه زنقاه، هو مش ماسكاه حشراه، هو مجرد بس مش عامله له باث يطلع منه. فبجيب كون جتابيركا، بحطه في جتابيركا سولفنت، كلوفورم، يوكاليبتول اويل، اي حاجه، 30 ثانيه بس تطرى شويه، ادخلها احشرها مع الفايل واسيبها 3 دقائق بتنشف والفايل فيها، ما هي طريه بتدخل على الفايل، الفايل بيلمس فيها بيتحشر فيها، بس بقى بتنشف والفايل جواها وبقوم مطلعها، ولو لا قدر الله ما طلعتش بخش اشيلها ب اتش فايل، وكتير قوي بيطلع الفايل فيها. انا فعلا بحاول اتابع الكومنتات بس هي بتجري بسرعه، فانا اسف جدا لو في اي سؤال اتسال وانا ما اخدتش بالي منه. في حاله فيها بيرفوريشن وكمان بروكن فايل ابدا بايه؟ ابدا طبعا بالبيرفوريشن، لان البيرفوريشن ده مصدر للليكج، فايه هيدخل لي بكتيريا جوه وهيطلع بليدنج، فهيضايقني ان انا اعرف اشتغل. حد بيسال على لوبس. والله يعني انا عندي لوب، شركه برايت لوب بقالها 4 سنين معايا، وانا معايا يعني 3.5 الصراحه، فما جربتش حاجات عاليه لان انا اوريدي عندي مايكروسكوب. ف انا اسف اني قلت في 3.5، انا اسف كنتش عارف. لا والله انا عندي 3.5 يعني بشتغل بيها في اماكن ثانيه، لكن يعني في عيادتي انا الميكروسكوب اكيد. حد عايز اختاره كورس عشوائي؟ كورس ماشي، حاضر من عيني. دكتور عبد الله، هو بتبقى بيكينج موشن مش راوند موشن يا دكتور عبد الله؟ ممكن تفك الحظر عن مؤمن؟ مؤمن عمل ايه؟ عملت يا مؤمن؟ دكتور عمر، انا شايفك كاتب علامة استفهام وشايفك كاتب يا دكتور بس مش شايف السؤال. انا شفت الكومنت بتاعك مرتين بس مش عارف لسه انت بتقول ايه. دكتور عمر متوصي عليه من اسماء يا دكتور كريم. فين دكتور عمر؟ دكتور عمر انت فين؟ انا مستنيه يظهر. طيب يا دكاتره احنا معانا 9 دقايق تقريبا، عشان بعد كده الساعه 12 بقى الناس عندها شغل وكده.
ايه ده الساعة داخلة على واحدة؟ ايه ده الساعة على واحدة مش 12؟ ايه ده؟ اوبا، احنا بقالنا 3 ساعات؟ ده كده حلو قوي. طيب التبات بتبقى اي 6 دي في الوود بيكر. كل شركة بيبقى ليها اسم. اهم حاجة وانت رايح تشتري التب بتسأل تقول له انا عايز التب ارفع تب، ومن والتب تكون طويلة ورفيعة للبروكن فايل ريتريفل. في نقطة بس حابب أزودها يا دكتور كريم لو تسمح لي. مش كل التبات بتركب على نفس الحاجة. أنت محتاج تشوف الألتراسونيك بتاعك إيه، أو الألتراسونيك في العيادة اللي أنت نازلها إيه. يعني التبات، في تبات الستاليك مثلا اي تي 20 والاي تي 25 اللي ب 2000 جنيه تقريبا، دي مش بنجيبها. بتركب على الان اس كي، بتركب على الدي تي اي، بتركب على الدي بي اي. نفس التبات برضو بتاعتهم بتركب على الستاتيك، يعني الاي دي 6 الرخيصه والاي دي 14 الرخيصه بتاعت الدي بي اي بتركب على الدي بي اي والدي تي اي والان اس كي والستاتيك. اي تبات الوود بيكر ما بتركبش غير عليه للاسف، او على جهاز تاني اسمه يو ام اس مش منتشر قوي. فانت لازم برضو تعرف التب بتاعتك بتركب على الجهاز اللي عندك ولا لا، ان هي بتفرق برضو. مش بس حتى لو ركبت ما بتزودش، ما بتوصلش الفايبريشن فورس انا عايزها لحد الاخر. طيب خلينا نسأل آخر سؤالين كده. أنا عامل إن شاء الله 3 كورسات، 3 مقاعد فور فري. خلينا نسأل أول سؤال كده، أسألكم سؤال كده واللي يكس واللي أول واحد هيرد هيحضر الكورس. بس طبعا ده للي في مصر طبعا، صعب يعني. كان نفسي يبقى الناس اللي بره مصر تقدر تيجي. تسألهم سؤال إيه يا دكتور أحمد؟ في دماغك سؤال؟ السؤال، أسأل السؤال، اسأل انزل سؤال كده. الدكاترة معايا وأنا أسأل السؤال وركز في الكومنتات عشان تلقط أول واحد. ماشي. طب أنا أسألكم سؤال أنا قلته في المحاضرة وقلته كتير في المحاضرة، كان عليه 4 سلايدز. هل في الكيرفت كانالز لو أنا هشتغل بألتراسونيك على فايل مكسور في كيرفت كانال بشتغل على فايل 360 درجة كلوك وايز ولا أنتي كلوك وايز ولا على الانر وول ولا على الاوتر وول؟ مصطفى احمد، مصطفى احمد اول واحد. فين؟ انا ما ظهر ليش. انا لقطت مصطفى احمد، يعني في كذا حد قال انر بس مصطفى احمد كان اول واحد. ماشي دكتور مصطفى. أنا فخور بيكم كلكم جبتوا الإجابة الصح بجد، يعني بسطتوني، ما كنتش نايمين وأنا بشرح. ميرسي جدا. طيب ناخد سؤال تاني للكورس الأخير برضو. تمام. نسأل سؤال مهم، نسأل سؤال مهم. ايه؟ طيب انا ايه عايزين نسيت سؤال صعب. السؤال؟ لا لا، عايزين افكر لهم في سؤال صعب شوية الصراحة. اسأل سؤال صعب. طيب انا هسأل سؤال كده. الريسبروكيشن موشن يا جماعة منها نوعين موشن، جواهم ايه هما؟ التاني الريسبروكيشن ينطبق تحتها 2 موشن. أوبا، عمر ولا مين؟ ده اصبر برضه عشان أنا لسه ما ظهرليش الإجابة إيه طيب؟ أنا مستني أشوف الإجابة، ما حدش كتب. ماشي يا دكتور مينا، دكتور مينا جاوب. كلوك وايز وانتي كلوك وايز. لا، ما هو دول الموشن اللي بتحصل جوه. بس الريسبريكيشن بيبقى جوه حاجتين. ماشي، ما هو كلوك وايز وانتي كلوك وايز. حلو، ماشي كلوك وايز وانتي كلوك وايز. انا موافق بكل اللي انتوا جاوبتوه، بس عايز اعرف صعب الصراحة، مش هيجيبوها دي.
complete و partial. سؤال صعب أوي بصراحة يا دكتور كريم، ايوه دكتورة ندى، دكتورة ندى جاوبتها، شكرا يا دكتورة ندى. دكتورة ندى قالت symmetrical و non-sy والايه والasymmetrical اللي هو non-symmetrical. شكرا يا دكتورة ندى، هو ده اللي انا عايزه يا دكاترة. ناخد دكتورة ندى 100 100، كسبت معانا. منصور احمد او مصطفى احمد، شت كم مين يا دكاترة؟ مصطفى. حلو الانجلز، ما انا عارف الانجلز يا دكاترة. ما هو ممكن بقى الانجل تبقى يا اما symmetrical reciprocation motion يا اما non-symmetrical reciprocation motion. طيب احنا كده والله يعني مرسي جدا ليكم والله، ويعني شكرا يا دكتور احمد على المحاضره القويه دي. تبقى لنا 2:30 في المحاضره القويه دي والناس صمدت الصراحه لحد الاخر. انا بجد بشكركم انكم ما نمتوش مني وانكم كملتوا، واسف على الاطاله، واتمنى يعني اكون افدتكم باي حاجه على الاقل. احنا عايزين بس نشكر الشركات السبونسر للمؤتمر ده، ونشكر دكتوره هبه ودكتوره مريم ودكتور ابراهيم والفريق كله، بجد ان بيعملوا حاجه جميله زي المؤتمر ده. ما بيناموش تقريبا، ما بيناموش الحقيقه. يعني بجد شكرا ليكم على نشر العلم، وان شاء الله نبقى في كل سنه نعمل مؤتمر يبقى قوي كده، نقدر نفيد الناس ويبقى في ميزان حسناتنا. شكرا ليكوا دكاترة، وشكرا ليك يا دكتور أحمد، تصبحوا على خير. شكرا ليك يا دكتور كريم. أيوه.